يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير عليك يا جمانة. صباح الخير على ناس وأهل بلدنا في كل مكان فيك يا مصر. صباح الخير على أهلنا الصامدين في غزة وفي كل أرجاء فلسطين. الحقيقة من واقع متابعتنا اليومية لأحداث غزة والتغطية اليومية، الواحد بيسأل نفسه سؤال: هل إحنا اعتدنا مشاهد القتل والدمار والخراب اللي احنا بنشوفها كل يوم؟ فكرة الاعتياد دي فكرة مرعبة وقاسية جدا، وفكرة بتجردنا من إنسانيتنا. الحقيقة عداد الموت بيستمر في التصاعد داخل قطاع غزة، مجازر في كل لحظة بترتكب في حق أهلنا في قطاع غزة. احنا بنتكلم على وصول هذا العداد إلى حوالي 9500 شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال. بعض الإحصائيات بتقول إن كل 10 دقائق بيسقط طفل فلسطيني. تعمد لجيش الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف كل المنشآت المدنية، بنتكلم على سيارات الإسعاف والمستشفيات والمدارس اللي بتحمي وتأوي عدد كبير جدا من الأهالي في قطاع غزة. جمال، يعني وضع فوضوي وعبثي ومأساة كبيرة جدا جدا بيعيشها أخواتنا الفلسطينيين في قطاع غزة مع استمرار أعمال القصف الإسرائيلي لعدد من المناطق في شمال قطاع غزة في ظل صمت غربي وازدواجية في المعايير غريبة. الحقيقة يمكن بنتابع مخالفات صارخة للقانون الدولي والإنساني أيضا تحت مظلة هذا الصمت. ويمكن امبارح لو تابعنا مع حضراتكم في المؤتمر الصحفي وزراء خارجية مصر والأردن والولايات المتحدة، الوزير سامح شكري قال بكل وضوح أنه أحداث القتل المؤسفة اللي بتشهدها غزة لا يمكن تبريرها، ولن نقبل الدخول في جدل لا طائل منه أو قبول محاولة لتبرير هذه الممارسات المدينة باعتبارها أعمالا للحق الشرعي للدفاع عن النفس، لأنه اللي بتقوم به إسرائيل لا يمكن أن تكون دفاعا شرعيا عن النفس بأي حال. ده حقيقة جمانة. الاجتماع اللي استضافته المملكة الأردنية عمان، العاصمة عمان، لمجموعة من وزراء الخارجية العرب مع أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي، شفنا كده موقف عربي موحد، صوت عربي موحد في مواجهة الصوت الأمريكي والصوت الغربي. مصر كانت في قلب هذا الموقف. شفنا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية سامح شكري وهو بيتحدث بجمل واضحة وقاطعة: الرفض التام لسياسة العقاب الجماعي واستهداف إسرائيل للمدنيين والأبرياء والمنشآت المدنية والطبية وفرق الإنقاذ. كمان بلغة حادة ومباشرة، وزير الخارجية رفض أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، وقال أنه يجب الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة دون أي قيد أو شرط، ودي نقطة مهمة جدا، مفيش أي شروط، لازم في البداية يحصل وقف لإطلاق النار. كمان تم العمل بشكل مضاعف لتأمين نفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وآمنة وبالكميات اللي بتلبي احتياجات شعبنا الفلسطيني. ده اللي مصر بتعمل عليه يا محمد. ده بيحصل من خلال الضغط والتحرك والتنسيق مع كل الأطراف لزيادة حجم المساعدات اللي بتدخل عبر معبر رفح، بحيث أنه يتم توفير كل الكميات اللي بيحتاجها أهالينا في قطاع غزة، سواء فيما يتعلق بالمساعدات الطبية أو الإغاثية أو الغذائية. أيضا الدفع في اتجاه معالجة جذور المشكلة واستعادة الحقوق الفلسطينية من خلال إحياء عملية السلام وفقا لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. الحقيقة أنا فخورة بموقف بلدي، فخورة ببلدي اللي بتاخد موقف مع الحق ومع الإنسانية، فخورة بفكرة هذه الدولة اللي فعلا مبادئها بتتماشى مع الإنسانية والقومية العربية، مع الصدق، مع اتخاذ موقف مشرف. موقف المصري حقيقة لا مزايد عليه، ولا أصلا ينفع أنه أي حد يخرج يزايد على الموقف المصري. موقف المصري واضح جدا وصريح من أول يوم، مش بس موقف حتى في ظل الحديث اللي تخرج به مصر أو حتى ما تقر مصر، لكن حتى اللي بتعمله على أرض الواقع واللي موجود على أرض الواقع. صحيح، متفق معاك يا جمانة. موقف المصري دايما هو موقف الفعل. يعني في احنا في كده مواقف كتيرة جدا عنترية بنشوفها، خطابات سياسية وعاطفية، لكن على أرض الواقع الخطابات دي لا تترجم إلى فعل حقيقي. مصر بتشتغل ببساطة كده بالبلدي على الأرض، بتشتغل فعلا لنفاذ المساعدات الإنسانية، لمحاولة وقف إطلاق النار، لمحاولة تخفيف المعاناة عن أهلنا في غزة. موقف بيدخل في دائرة الأفعال وليس دائرة الكلام، اللي في النهاية لن يفيد الفلسطيني ولن يفيد القضية الفلسطينية. النهاردة متابعتنا مستمرة كالعادة لأحداث غزة والتطورات في قطاع غزة في صباح الخير يا مصر.
بنصبح على حضراتكم مرة تانية. خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا جمانة، صباح السعادة والتفاؤل على كل المواطنين في كل مكان. صباح الخير. فعلا دلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا في أحوال المرور في شوارع مصر المختلفة. تعالوا دلوقتي نبدأ معاكم من القاهرة وخاصة من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مكملة لحد ميدان العباسية. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو في كثافات نسبية. نروح عند كوبري الجلاء، هناك هنلاقي في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار، لكن عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية متجه للفنجري وكذلك الأمر أعلى كوبري المطرية القادم من الكابلات. نروح معاكم لشوارع الجيزة وخلونا نستعرض هناك الحالة المرورية. شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، وفي شارع الهرم الرئيسي بيشهد أيضا تباطؤ في حركة السيارات وكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين لحد الطلبية. في كثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. طريق المحور بيشهد كثافات بسيطة قبل محور ميدان لبنان، أما المتجه إلى أكتوبر ففي سيولة مرورية. نروح معاكم لمحافظة أسيوط، قدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد طريق الدائري في المحافظة. كمان في سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة أسيوط. ونكمل جولتنا ونروح الإسماعيلية، ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة وهناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. طريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة مرورية للقادم من المحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. ومن جولتنا في محافظات مصر والاطمئنان على الحاله المرئيه، تعالوا دلوقتي نطمنكم عن احوال الطقس النهارده. والطقس هيكون حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه وجنوب سيناء وشمال الصعيد. في شبوره مائيه صباحيه بتكون كثيفه احيانا على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه على بعض المناطق. كمان في فرص امطار خفيفه قد تكون متوسطه ورعديه احيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر. في امطار خفيفه قد تكون رعديه على مناطق من اقصى جنوب الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 31، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 36، وأقل درجة حرارة في كاترين 25 درجة. أكيد هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية، لكن خلوني أرجع مرة تانية لمحمد وجمان علشان نبدأ معكم فقرات صباح الخير يا مصر. أشكرك يا دينا. شكرا. مشاهدينا خلينا نبدا مع حضراتكم كعادتنا في صباح الخير يا مصر اهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، واهمها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امس سيندي ماكين المديره التنفيذيه لبرنامج الغذاء العالمي. تناول اللقاء علاقات التعاون المتميزه والممتده بين مصر والبرنامج وتاكيد الحرص المتبادل على تعزيز هذه العلاقات، خصوصا في ضوء اعتماد الخطه القطريه الجديده بين مصر والبرنامج للفتره من 2023 2028. كمان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد الأهمية التي توليها مصر لموضوعات الأمن الغذائي والتغذية على المستوى الوطني، بالأخص فيما يتعلق ببرنامج التغذية المدرسية ومشروع حياة كريمة وتكافل وكرامة اللي بيساهموا في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير الريف المصري وتأمين سبل العيش لملايين المصريين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي. صرح بأن اللقاء تناول علاقات التعاون المتميزة والممتدة بين مصر والبرنامج وتأكيد الحرص المتبادل على تعزيز هذه العلاقات، لا سيما في ضوء اعتماد الخطة القطرية الجديدة بين مصر والبرنامج للفترة من 2023 إلى 2028. كما أكد السيد الرئيس على الأهمية التي توليها مصر لموضوعات الأمن الغذائي والتغذية على المستوى الوطني،
وبالأخص فيما يتعلق ببرنامج التغذية المدرسية ومشروعي حياة كريمة وتكافل وكرامة اللذين يسهمان في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير الريف المصري وتأمين سبل العيش لملايين المصريين. وقد أعربت المديرة التنفيذية من جانبها عن متابعتها وتقديرها للمشروعات المذكورة التي تعد نماذج ناجحة للاستفادة بها في الدول الأخرى. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الملفات الإقليمية وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث وجهت المديرة التنفيذية الشكر لمصر على الدور القيادي المحوري الذي تقوم به لتقديم الدعم لأهالي القطاع، سواء من خلال الدعم المصري المباشر أو عن طريق تنسيق المساعدات المقدمة من الأطراف الدولية بما فيها برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الأممية الأخرى ذات الصلة. وفي هذا السياق شدد السيد الرئيس على قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع، مستعرضا الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر على مدار الساعة لضمان إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات بما يلبي الاحتياجات الحقيقية لأهالي القطاع، مع استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، مؤكدا كذلك ضرورة إحياء المسار السياسي استنادا إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة. شهد اللقاء تأكيد قوة وعمق العلاقات التاريخية الوثيقة والتنسيق المستمر بين البلدين. أيضا خلال اللقاء شدد سيادة الرئيس على ثبات الدعم المصري لمؤسسات الدولة اللبنانية بما يحافظ على استقرار لبنان وأمن شعبها، وهو ما ثمنه رئيس الحكومة اللبناني مؤكدا أهمية الدور المصري في ترسيخ الاستقرار بلبنان بما يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء شهد تأكيد قوة وعمق العلاقات التاريخية الوثيقة والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين. مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بيواصلوا بذل الجهود الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، ده من خلال إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات وتجهيز القوافل الإغاثية من كافة المحافظات لدعم أهالي غزة. من ضمن جهود حياة كريمة بعد إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان من إنسان لإنسان لدعم أهالي فلسطين وتجهيز عدد كبير من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة للقطاع من أجل تكثيف الدور الإغاثي والإنساني. تواصل مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بذل الجهود الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات وتجهيز القوافل الإغاثية من كافة المحافظات لدعم أهالي غزة. وكان من ضمن جهود حياة كريمة إطلاق مبادرة جديدة تحت شعار من إنسان لإنسان، وذلك لدعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة، ويأتي ذلك تكثيفاً لدورها الإغاثي والإنساني عقب انتهائها من إيصال المرحلة الأولى من قوافل المساعدات لأهالينا في غزة واستعداداً لتجهيز المرحلة الثانية من القوافل الإغاثية. ودفعت حياة كريمة ب15 شاحنة ضمن الدفعة الأولى من المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني ضمن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مؤكدة أن كل التبرعات التي تلقتها من المواطنين تم تقديمها للشعب الفلسطيني الشقيق كدعم ومؤازرة في محنته هذه. كذلك أشارت المؤسسة إلى أن الدفعة الأولى شملت كراتين غذائية ومواد معلبة وبطاطين وملابس أطفال ومستلزمات طبية. في الإطار نفسه تتواصل جهود التحالف الوطني لدعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال تجهيز القافلة الثانية من المساعدات الإنسانية تمهيداً لإدخالها لقطاع غزة عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.
وذلك إيمانا بالمسؤولية تجاه أشقائنا وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حتى انتهاء الأزمة. ويأتي ذلك عقب تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار قطرة دماء تساوي حياة بكافة محافظات الجمهورية. وتستمر الجهود في إيصال المساعدات لأهل غزة، ويأتي ذلك استكمالاً لدخول الدفعة الأولى والثانية من قوافل المساعدات الإغاثية للتحالف الوطني والمحملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والأدوية ومياه الشرب والمستلزمات الطبية والملابس والبطاطين. على صعيد متصل، أشادت المنظمات والمسؤولون الأمميون بجهود القيادة المصرية تجاه الجرحى والمرضى من الفلسطينيين بقطاع غزة من خلال العبور الآمن للمستشفيات المصرية عبر معبر رفح، بالإضافة إلى عبور عدد من حاملي جوازات السفر الأجنبية وأيضاً موظفو الأمم المتحدة. من جانبه، رحب تور وينسلند منسق عملية السلام في الشرق الأوسط بقرار مصر استقبال مرضى وجرحى فلسطينيين من غزة عبر معبر رفح للحصول على العلاج في عدد من المستشفيات المصرية. هذا بالإضافة إلى عبور حوالي 500 من حاملي جوازات السفر الأجنبية وكذلك موظفي الأمم المتحدة، مؤكداً أنها خطوة هامة في الاتجاه الصحيح ومضيفاً أننا نحتاج جميعاً إلى البناء عليها. فيما رحبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بقرار تسهيل عبور الحالات الطبية العاجلة من غزة عبر معبر رفح، مما يسمح لهم بالوصول بأمان إلى الخدمات الصحية الضرورية والعاجلة في مصر. ولفت إلى أنها تقوم بالتعاون مع شركائها بدعم وزارة الصحة والسكان في مصر بالمعدات واللوازم الطبية، مؤكداً أن ذلك يشمل حتى الآن 215 جهاز أكسجين وحقن ومضخات و7500 صندوق من الغرز الجراحية. كما أكد أن الأولوية للمنظمة هي للإمدادات الطبية لدعم الاستجابة الإنسانية العاجلة والمنقذة للحياة لحوالي 12,000 حالة من المصابين والجرحى. وتدعم اليونيسف الجهود التي تقودها وزارة التضامن الاجتماعي للإشراف على وحدات إدارة الحالات التي تقدم الخدمات للأطفال المعرضين للخطر أو أولئك الذين تعرضوا للعنف والإساءة. ورحبت منظمة الصحة العالمية بقرار مصر قبول استقبال عدد من المرضى والمصابين من قطاع غزة لتلقي العلاج، وقالت إن المنظمة تعمل مع وزارة الصحة المصرية على التخطيط للعبور الطبي وإنها ستواصل تقديم الدعم اللازم بهذا الشأن. وشدد الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام للمنظمة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس على الاحتياجات الهائلة لآلاف المرضى في غزة الذين لا يمكن نقلهم إلى أماكن أخرى، مؤكداً على الحاجة للإسراع بشكل فوري بتدفق دخول الإغاثة الطبية إلى غزة، ومشدداً على ضرورة حماية المستشفيات من القصف والاستخدام العسكري. كانت وزارة الخارجية أعلنت عن أن الاستعدادات جارية على قدم وساق من جانب كافة الجهات المعنية في الدولة المصرية لتسهيل استقبال وإجلاء الرعايا الأجانب من قطاع غزة عبر معبر رفح، والذين يبلغ عددهم نحو 7,000 مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة. الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت اهتمام كبير وغير مسبوق في ملف حقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية. هانو مصر ترجمت جهودها في هذا الملف من خلال منظومة متكاملة لحقوق الإنسان زي حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، أيضا حق الإنسان في الحياة. مصر تعاملت مع هذا الملف بموضوعية كبيرة جدا وبمنظور شامل. شهدت مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً كبيراً وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة. فقد تحدثت مصر عن منظومة متكاملة لحقوق الإنسان بدأت في حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي وحقه في الحياة والهواء النظيف، وتعاملت مصر مع هذا الملف بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل. كما أن الدستور المصري حقق نقلة نوعية كبيرة على مستوى كفالة الحقوق والحريات الأساسية باشتماله على كافة مبادئ حقوق الإنسان وتأكيده على أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة. هذا إلى جانب نصه على أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً ولا يجوز لأي قانون تقييدها بما يمس أصلها وجوهرها.
كما أن البنية التشريعية الوطنية تسخر بالعديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان، مثل إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نهاية عام 2018، والتي شكلت إضافة هامة في هذا الشأن ودليلاً على الإرادة السياسية الأكيدة لتفعيل الإطارين الدستوري والتشريعي لحماية الحقوق والحريات العامة وتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في هذا المجال. كما أن حقوق الإنسان ليست مجرد خطاب، ولكنها مؤشرات تشير إلى مدى ترسيخ هذه الحقوق على أرض الواقع، وقد حرصت مصر على التعامل مع الفقر ليس بمفهومه المعتاد على أنه فقر مادي أو للأموال، ولكن تعاملت معه كفقر متعدد، فربطت الأحقية في الحصول على الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية بانتظام أبنائهم في الصفوف الدراسية ضماناً لحصولهم على حقهم في التعليم، كما ربطته أيضاً بتنفيذ زيارات دورية لمكاتب الصحة للحصول على رعاية طبية تضمن سلامتهم الصحية. كما أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد نموذجاً يحتذى به في مساعدة الأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجاً، وتعد تقديراً من الرئيس عبد الفتاح السيسي للريف المصري والتجمعات والقرى الأكثر احتياجاً، وإدراكاً بأن ثمار التنمية يجب أن تطالهم لتلبي احتياجاتهم وترفع عن كاهلهم المعاناة. تلك المبادرة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها، مع دعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030. أما في مجال الحماية الاجتماعية فإن الحكومة اهتمت بتوجيه الدعم للفئات الأكثر فقراً والعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات جائحة كورونا عليها، كما قامت برفع قيمة موازنة برامج التحويلات النقدية من 18.5 بليون جنيه إلى 19.3 بليون جنيه، فضلاً عن إضافتها 100,000 أسرة جديدة من المتضررين من الجائحة لبرنامج تكافل وكرامة. كما أن لجنة العفو الرئاسية على مدار الفترة الماضية ومنذ إعادة تفعيلها تحركت على قدم وساق للقيام بمهامها فيما يتعلق بتلقي الحالات وفحصها وفق معايير عدم الانتماء لتنظيم إرهابي وعدم ارتكاب عمل عنف، وبالفعل نجحت في خروج العديد من المحبوسين بعفو رئاسي من جانب الرئيس، فضلاً عن أن الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية حققت خطوات هامة فيما يتعلق بحقوق الإنسان من خلال رؤية متكاملة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ووجود لجنة العفو الرئاسي، وذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات المعززة والمترجمة لدعم مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل. ولا شك أن ما تحقق على مدار الفترة الماضية هو أمر إيجابي، وما نتطلع لتحقيقه على مدار الفترة المقبلة هو المزيد من العمل والمزيد من الجهد في هذا الملف. دايماً النظرة المصرية لحقوق الإنسان نظرة شاملة، حق الإنسان في الصحة والتعليم وحقه في الحياة. نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل فقراتنا في صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، هيكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في كمان شبورة مائية صباحية بتكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق. في فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. كمان في أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب الصعيد. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. هو الجو هيبرد إمتى يا دكتور؟ إحنا عايزين خلاص الشتاء بقى يعني، وخصوصا النهاردة كده في شبورة كمان ورطوبة عالية من الصبح. هو بالفعل احنا لسه مكملين في ارتفاع قيم درجات الحراره والاستقرار في الاحوال الجويه، لكن الاجواء الشتويه والانخفاضات الملحوظه في درجات الحراره دي هتكون مع فصل الشتاء اللي هيبتدي رسميا 21 ديسمبر. احنا ما زلنا في فصل الخريف وما زلنا في النص الاول
من فصل الخريف اللي بيكون فيه بعض الايام فيها ارتفاع في قيم درجات الحراره، ويمكن ده اللي بنشهده خلال هذه الايام، ارتفاع في قيم درجات الحراره اعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين الى 3 درجات في معظم محافظات الجمهوريه. يمكن بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 32 درجه مئويه، اليوم متوقع ان هي تكون 31 درجه مئويه، وده بفعل وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 الى 6 كيلو من سطح الارض. المرتفع الجوي ده بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بالشكل الكبير، بالاضافه كمان بيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، فبالتالي في مع المرتفع الجوي ارتفاعات في نسب الرطوبه واحساسنا بوجود نسب رطوبه في الجو. اجواء فتره النهار بالفعل اجواء خريفيه، نقدر نقول عليها حاره فتره النهار على معظم المناطق الشماليه، شديده الحراره على جنوب الصعيد، ده بيكون فتره النهار وخاصه فتره الظهيره مع شده الاشعه الشمسي. لكن مع دخولنا في فترات الليل وغياب اشعه الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحراره، بيكون ملموس اكثر في ساعات الليل المتاخر، يعني فترات الفجر، فتره الصباح الباكر الصغرى، فتره الليل بتنخفض بشكل كبير. يمكن فرق بين فتره النهار وفتره الليل بيتجاوز 10 ولا 11 درجه مئويه، اجواء مائله للبروده في معظم محافظات الجمهوريه ساعات الليل متاخر فتره الصباح الباكر. ودايما مع وجود المرتفع الجوي للطبقات الجو العليا والاستقرار في الاحوال الجويه، الشبوره المائيه هي الظاهره الجويه المؤثره بشكل كبير. يمكن اليوم لاحظناها بشكل كبير، شبوره مائيه كثيفه وصلت لحد الضباب، يعني الرؤيه الافقيه على بعض الطرق انخفضت ل 500 متر في بعض الاماكن، يعني في بعض الاماكن كمان حصل فيها انعدام في الرؤيه الافقيه، وخاصه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. الشبوره المائيه الكثيفه مع تكونها بيكون في ساعات الليل المتاخر، يعني تقريبا الساعه 3 4 الفجر، تستمر معانا حتى سطوع اشعه الشمس، يعني تدريجيا مع الساعه 7 صباحا الشبوره المائيه بتبدا تختفي وتبدا الرؤيه الافقيه تتحسن على اغلب الطرق. بالنسبه لفرص سقوط الامطار اليوم، اليوم ايضا متوقع يكون معانا فرص سقوط امطار هتكون خفيفه، قد تكون متوسطه احيانا ورعديه كمان على بعض الاماكن من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر زي حلايب، شلاتين، مرسى علم، بعض الاماكن من جنوب سيناء، وتمتد الامطار ايضا خفيفه ورعديه لبعض الاماكن من اقصى جنوب الصعيد زي ابو سمبل، المجرى الملاحي. لكن ان شاء الله مجمل الامطار مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه، وهتكون على فترات متقطعه من اليوم. يمكن فتره الاستقرار في الاحوال الجويه ووجود الشبوره المائيه الكثيفه دي مكمله معانا على الاقل نهايات هذا الاسبوع. متوقع مع نهايه هذا الاسبوع تبدا درجات الحراره بشكل تدريجي تعود للمعدلات الطبيعيه اللي هي تنخفض ل 28 درجه مئويه خلال فترات النهار، يمكن دي المعدلات الطبيعيه لهذا الوقت من العام. بس هننصح كل الساده المواطنين، مهم جدا يمكن اليوم وخلال الايام المقبله لو احنا بنخرج فتره الصباح الباكر، قائد المركبات، المسافرين على الطرق فعلا. أكيد نخلي بالنا فعلا على الطرق السريعة والزراعية والصحراوية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى 31، الصغرى 22، العاصمة الإدارية 31 21، الإسكندرية 31 21، العالمين الجديدة 31 21، مطروح 31 21، دمياط 27 22، بورسعيد 28 22، الإسماعيلية 31 21، السويس 30 22، العريش 29 21، كاترين 25 13، طابة 29 22، حلايب 28 23، شلاتين 32 24، شرم الشيخ 33 24، الغردقة 34 24، الفيوم 32 21، بني سويف 32 20، الوادي الجديد 36 20، اسيوط 34 19، سوهاج 35 21، قنا 36 23، الاقصر 35 24، واخيرا اسوان 36 24. يعني تابعنا مع حضراتكم احوال الطقس، لكن بنأكد مره ثانيه ان احنا توخي الحذر اثناء القياده على الطرق السريعه والصحراويه والقريبه من المسطحات المائيه علشان الشبوره المائيه الكثيفه. هرجع مره ثانيه لمحمد وجمان علشان نكمل معاكم فقره صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا. طيب ما زال حديثنا مستمر عن التصعيد في قطاع غزه، وهنروح لموضوع الحقيقه وملف مهم جدا. ومرصد الازهر لمكافحة التطرف كشف عن تفاصيل وأسرار خاصة بوثيقة الاستخبارات الإسرائيلية المسربة واللي بتكشف عن التمهيد لغلق القضية الفلسطينية
من خلال التوصية بتهجير جميع سكان قطاع غزة قسرا. تعالوا نتعرف على تفاصيل أكثر حول هذه الوثيقة. معنا على الهاتف الدكتور وسام حشاد، منسق وحدة رصد اللغة العبرية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف. من صباح لحضرتك دكتور نبيل، صباح الخير. صباح الخير يا مصر، صباح الخير على السادة المشاهدين والمتابعين، وصباح الخير على حضرتك الأستاذ محمد والأستاذة جمانة. يعني دور مهم جدا للمرصد باللغة العبرية، كشف ما يدور في وسائل الإعلام الإسرائيلية، ومنها كمان الكشف الخاص عن الوثيقة المسربة من سنوات من الاستخبارات الإسرائيلية. حابين نعرف ملامح هذه الوثيقة يا فندم. أستاذ محمد، دعنا نوضح للسادة المشاهدين أن مخطط التهجير مش مخطط حديث ولا مخطط جديد، لكن المخطط ده قديم ومتجدد. التفكير فيه بدأ منذ بداية السبعينيات، تحديدا عام 1971، حيث سعى الاحتلال إلى تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، لكن حرب 73 وانتصار مصر واستعادة أراضيها أوقفت هذا المخطط. تم إعادة التفكير في المشروع ده مرة أخرى مع بداية عام 2000. الجنرال جيورا ايلاند اللي بيشغل رئيس قسم التخطيط في قوات الاحتلال ورئيس مجلس الامن القومي اقترح تنفيذ هذا المخطط وتنفيذه مع بدايات عام 2005، الا ان رئيس الاسبق مبارك رفض هذا المخطط. كل ده تسلسل الاحداث، تسلسل الاحداث حتى كمان اللي في عام 2017 وزيره الاستخبارات الصهيونيه جيلا جامليل قالت انه لا يمكن اقامه دوله فلسطينيه الا في شبه جزيره سيناء. الامر اللي بيؤكد لنا جميعا النوايا المبيته لتهجير الفلسطينيين، استهداف مصر والاضرار بامنها القومي، وهو ما تجلى في 13 اكتوبر في تسريب الوثيقه صادره عن اجهزه الاستخبارات الصهيونيه وبتوصي بتهجير جميع سكان غزه قصرا الى شمال سيناء، باعتبار ان ده خيار مفضل بين ثلاث خيارات. الوثيقة أوصت على ضرورة إجلاء السكان خلال الحرب إلى سيناء وإنشاء عدد من المخيمات داخل الأراضي سيناء، وبعد ذلك إقامة مدن بصفة دائمة. الوثيقة قسمت المخطط إلى مرحلتين، المرحلة الأولانية هي ضرورة العمل على إجبار جميع السكان في غزة على النزوح إلى جنوب القطاع، مع التركيز على تركيز الطيران الحربي بالغارات الجوية على شمال القطاع، وهو ده اللي حصل الفترة اللي فاتت. قامت قوات الاحتلال بإلقاء المنشورات التي تهدد وتطالب جميع سكان غزة بالنزوح من الشمال إلى الجنوب. ده بيفكرنا باللي حصل في أيام النكبة الفلسطينية في استعمال القصف المتواصل لفترات طويلة مع استعمال المكبرات الصوتية في مطالبة الفلسطينيين بترك أراضيهم ومغادرة الأراضي. المرحلة الثانية حضرتك اللي هي التوغل البري، مع الاعتماد على سياسة الأرض المحروقة اللي هيؤدي كل ذلك إلى احتلال القطاع من الشمال إلى الجنوب. طبعا حضرتك احنا لازم نوضح للسادة المشاهدين ان المخطط ده مش المقصود بس فيه تهجير الفلسطينيين من قطاع غزه اللي مساحته 365 كيلومتر مربع، بيعيش فيه 2.3 مليون. ازاي احنا هنطالب تهجير الفلسطينيين من الشمال والوسط الى منطقه الجنوب اللي هي ما تستحملش ولا تستوعب اكثر، ما تستوعبش مليون مواطن، ازاي هيعيش فيها 2.3 مليون؟ هي اصلا هو اصلا قطاع غزه يا فندم، هو فعلا يعني هو قطاع غزه بالفعل يا فندم من اكثر. دكتور وسام وطبعا ده دكتور وسام حضرتك سامعني، ده حقيقي للاضرار بامن مصر وهو ما ترفضه مصر تماما. طيب هو بالفعل اصلا قطاع غزه يا فندم يعني من اكثر الاماكن يعني المكتظه بالسكان بالفعل. طيب سؤالي لحضرتك يا فندم، هل هذه الوثيقه تشتمل لاكثر من سيناريو لتنفيذ هذا المخطط لاليه تنفيذ يعني، ولا هذا المخطط اللي احنا بنشوفه؟ هو في ثلاث بدائل، البديل الاول اللي احنا وضحناه حالا، البديل الثاني حضرتك بيتكلم ان السلطه الفلسطينيه تدير غزه، السلطه الفلسطينيه تدير غزه، لكن الكيان الصهيوني بيرفض هذا المخطط باعتبار انه ممكن يؤدي الى اقامه دوله فلسطينيه. والبديل الثالث بيتكلم عن انشاء حكومه عربيه محليه بديله لحركه حماس، يعني وجود حركه اخرى تدير هذا الملف، لكنهم يرون ان من المنظور الاستراتيجي والامن الكيان الصهيوني ان ده ممكن يكون اكثر ضررا بامن الكيان الصهيوني. وانا عاوز اقول اوضح لحضرتك وللساده المشاهدين سبب تسريب هذه الوثيقه ايه؟ سبب تسريب هذه الوثيقه كما توضح هذه الوثيقه انه اذا لم يتم تهجير سكان غزه فانه سيؤدي
إلى وقوع العديد من القتلى من الفلسطينيين هي رسالة إلى العالم أجمع، إلى الدول الأوروبية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الدول العربية، إلى الفلسطينيين، عليكم بالنزوح وضرورة حل هذه المشكلة. وإسرائيل إسرائيل تريد استغلال هذه الفرصة التاريخية لإعادة احتلال غزة مرة أخرى بعد تفكيك يعني مستوطناتها. يعني هي حقائق كاشفة دكتور نبيل، حقائق كاشفة بتقدمها هذه الوثيقة. الاحتلال صحيح بيقتل بلا هوادة. يعني النهاردة لو احنا بصينا وقرأنا بيانات عدد القتلى في صفوف المواطنين الفلسطينيين هنلاقي استشهاد 9500 مواطن، من بينهم 3900 طفل واكثر من 2000 سيده. ووفق احصائيات كلها هنلاقي ان جميع القتلى اغلبهم 70% من الاطفال والنساء. الامر اللي بيجعلنا نتساءل ايه السبب الرئيس وراء استهداف الاطفال والنساء. صحيح. احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور وسام حشاد على كل هذه المعلومات، منسق وحدة رصد اللغة العبرية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وكشف هذه الحقائق من خلال هذه الوثيقة، يعني حقائق كاشفة على نية الإسرائيليين منذ فترة طويلة جدا يعني تنفيذ هذا السيناريو الخاص بتهجير أهلنا في غزة إلى سيناء، وخلط ما هو ديني بما هو سياسي جمالا، لأنه فعلا دايما في اعتماد على بعض التفسيرات في التوراة وبعض التحريف اللي بيحصل وأخذ بعض الآيات من التوراة بشكل مبتصر زي ما بيقولوا كده أو مبتور من سياقه، ومحاولة تصدير أنه هذه هي أرض صحيح الشعب في اليهودي، فطبعا يعني بيحصل ده بشكل كبير. نروح مع حضراتكم والمستشفيات في غزة. معظم المستشفيات في غزة للأسف الشديد خرجت عن نطاق الخدمة بسبب الاستهداف المباشر لقوات الاحتلال بشكل متواصل للمنشآت الطبية اللي هي المفروض محمية بموجب القانون الدولي، منشآت محمية إنسانيا وقانونيا، بدعوى استخدام هذه المستشفيات في العمليات العسكرية أو كمقرات لقادة حماس. بالرغم من نفي منظمة الصحة العالمية لهذه الدعاوى المتواصلة واللي بتبرر بيها دولة الاحتلال جرائمها ضد المدنيين والمرضى في قطاع غزة. بالفعل لغة الخطاب حتى الغربية تغيرت، وبالفعل العالم يعني بدأ يواجه حتى شعوبه، الدول الغربية ابتدت تواجه الشعوب شعوبها بأنه خلاص ده فعلا ما يحدث الآن في غزة غير منطقي. خلينا نتكلم أكتر عن هذه الجرائم اللي بترتكبها دولة الاحتلال واللي بتخالف كل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية زي ما سبق وذكرنا لحضراتكم. معنا على التليفون اللواء دكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق اللي مشرفنا على الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا فندم. وبعد التحية يعني زي ما حضرتك تابعت معنا في المكالمة السابقة، في بالفعل وثائق مسربة لتهجير الفلسطينيين قسريا، هل ما يحدث الآن من استهداف لقصف المستشفيات في قطاع غزة، هل هذا يندرج ضمن مخططات المسربة اللي احنا كنا بنتكلم عنها، ولا ليه يعني حضرتك تبرر او شايف دولة الاحتلال بتقصف او بتستهدف المستشفيات في قطاع غزة؟ صباح الخير لك وانا صباح الخير محمد. صباح النور يا فندم. ازاي صحتك سيدي؟ الحمد لله تمام. المهم انا يمكن دي نظره مختلفه شويه عن اللي انا بسمعه عن موضوع غزه. ان احنا قرينا التاريخ اليهودي هنلاقي الموضوع مختلف. الموضوع ازاي؟ غزه بالنسبه لهم مش مطلوب منها حاجه، ان هم سايبينها قبل كده برغبتهم ايام شارون لما سابها من طرف واحد. ليه؟ لان غزه مش موجوده في الارض المقدسه اللي عملها المملكة الداودية السابقة اللي هم عايزينها، والخريطة بتاعتهم بتقول كده الكلام ده يعني. لكن هم في الأساس عايزين الضفة الغربية، هم مش موجودين في الضفة الغربية. الضفة الغربية أصلا اللي اتعمل فيها المملكة الداودية زمان، لكن هم مش موجودين فيها، لأن هم لما قوم في العصر الحديث من التشتات الثاني سنة 1882 بدأوا بالنزول على الساحل. لو أنت لو بصيت على الدولة ما أعملها يوشع الدلول بدأها من العبور من نهر الأردن، وبالتالي كانت دولتهم في الضفة الغربية. ومن هنا هم عايزين دلوقتي أو في تفكيرهم المملوكات التاريخية بتاعتهم عايزين يرجعوا لها تاني. ومن هنا الفكرة في التهجير مش من غزة، فكرة في التهجير من الضفة الغربية، وده اللي هيجي في الأيام اللي جاية. عشان كده يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان سباق
ورفض هذا الموضوع في موضوع فكرة غزة من أول بداية الكلام عليها، رفض ده لأنه رافض الموضوع، بيقولهم أنا شايف اللي جاي أكتر، لأن اللي جاي هو اللي أنا بشايفه هو ده الأكتر، بقول ممنوع حل القذائف الصناعية على حساب الغير. أما موضوع العنف في استخدام ضد غزة، ده موضوع حرب بين غزة وبين إسرائيل وبين حماس، وهي عايزة زي ما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فلما قال الهدف عنده هو إزاء تدمير حماس من الوجود، وده طبعا هدف استحالة حيوصل له، لأن مفيش حد بيدمر حد من النهاية. تمام. وحماس مش موجودة كلها في غزة، حماس منتشرة في الضفة وموجودة بره خارج، والخطط بتاعتهم بره، واللي عملوا حماس موجودين بره، فمش مشكلة، ده الهدف ده مش حيوصل له. لكن هو طبيعة الشعب اليهودي وقياداته العنف، لأن هو في كتابهم المقدس بتاعهم استخدام العنف الأقصى طاقم كده. صحيح. يعني مثلا عندك في سفر يوشع بن نون، لما دخل أول ما دخل الأرض كنعان، ثاني مدينة حررها اسمها عاي، حرق فيها 10,000 واحد، في كتابه بيقول كده، حرقهم حرق 10,000 واحد عشان عبرة للي جاي. إذا هم النهارده استخدام العنف ده طبع عندهم، وده بيقتص منه ان هو ضربهم في خلال ما فتح عليهم القبضه بتاعت صباح 7 اكتوبر. ده كان بالنسبه هو كمان سياده اللي هو يعني عفوا المقاطعه بيحاول يوظف كده النصوص الدينيه ويوظفها سياسيا وعسكريا، حتى فكره توظيف ما يعني في التوراه اضرب بقوه ولا تعفو عنهم، ويحاول يوظف ده عشان يغذي هذا الاحساس في قلوب الجنود الاسرائيليين. حابب اسال حضرتك التطورات الاخيره، امبارح تابعنا مؤتمر صحفي لوزير الدفاع الإسرائيلي والمتحدث العسكري بيتحدث أنه أيام أمام إسرائيل أيام صعبة، وأن الحرب ممكن تستمر لمدة سنة، لكن في النهاية سننتصر. كيف تقرأ هذه التصريحات وتصدير هذا الشعور الإسرائيلي بأنه نحن منتصرون في النهاية ولن يكون لحماس وجود بعد ذلك؟ هي دي الفكرة، هي دي الفكرة اللي بقولها دائما باستمرار عشان نأكد تفوق. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي اول واحد قال ان هذه الحرب ستطول، عشان كده ما تفكرش في التهجير خارج حدود غزه، فكر في التهجير الى النقب جوه عندك، لان الناس هتقعد مده طويله. هو طلع بعدها بنيامين قال ان الحرب دي هتطول، ما بتطول ليه؟ لان احنا كعسكريين نقرا الموضوع، ان حجم التدمير اللي عملوه صعب عليه مشكله الاقتحام اللي هو كان عايزها، لأن النهاردة كان أول هتطلع الناس من الشوارع أو من الأنفاق شايفها، لكن دلوقتي يطلع من الهدم اللي انت حطه من تحت الهدم هتشوفه إزاي، وبالتالي من هنا صعب على نفس المشكلة. حتى لما هو قال أنا اقتحام في الأول خالص، لما كان بيقول الاجتياح، لما كان بيستخدم هذا اللفظ، الاجتياح ده لفظ كبير جدا. طب النهاردة تراجع تاني وقال لك الإيه، إن احنا جزء جزء ونقسم ونيجي من شمال ومن جنوب، وعمل الخط اللي انت بتسمع عنها دلوقتي، كل دي عمليات بيعتبرها جس نبض، لان هو اصلا مش قادر، لو كان قادر كان دخل، لكن هو مش قادر يعمل الكلام ده. من هنا الحرب بتطول عليه، لان مسرح العمليات مش متجهز لدخول او الاقتحام اللي هو عايزه ده، ولا هيقدر ياخد منه نتيجه النهارده. ان هو زي ما قلت لحضرتك الهدف اللي اعلنه في الاصل تدمير حماس، ده الاساس عنده مش هيوصل له، وبالتالي عشان ما يبقاش مهزوم بالدرجه السافره ده والاعلام فيها، يقوم يطول الحرب حتى يمكن للمفاوضات انها تحل المشكله. والنهارده النهارده حماس بترد عليه بتقول له الضرب اللي انت عملته قتلت فيه 50 واحد من الرهائن اللي انت عايزها، لان هو الرهائن في رقبته، هتجيبها ازاي؟ هنا بقى هنا اطاله الحرب. ممكن حماس كان في الفكره الاولانيه انه خد معاه اسرى، هو دوت مفتاح المشكله الحاليه دلوقتي، انك لا يمكن هتقدر تحلها الا ما تاخد الأسرة وتحل المشكله معايا دلوقتي اللي احنا فيها، سواء في وقف اطلاق النار، اعاده التعمير، دخول في مفاوضات جديده، الحاجات اللي احنا بقى معتدين عليها بتحصل في اسباب الاسابات اللي زي دي. طب سياده اللواء، انطلاقا من هذه النقطه حضرتك تحدثت انه مفتاح هذه القضيه هو استعاده الرهائن او تحرير الأسرة، ولكن احنا شايفين التحركات الإسرائيلية بكم هذا القصف، يمكن حتى حسب التصريحات اللي خرجت من الولايات المتحدة الأمريكية أنه 10,000 قنبلة تم قصفها على قطاع غزة بما يعادل قنبلتين نوويتين. فالبعض يحلل هذا القصف بهذا الزخم أنها بالفعل غير أصلا بها أو غير مهتمة بالرهائن الإسرائيليين، حتى الداخل الإسرائيلي مستاء وبيعلق على هذا الموضوع، ويقال أنه
مرة أخرى هذا الكيان عاد لتفعيل نظام هانيبال أو أنه غير يعني غير مهتمين بالرهائن، هل هذا صحيح؟ وهل هذا منطقي أصلا أن يكون هذا القصف بهذا الشكل وإحنا مهتمين أن إحنا نستعيد رهائن أو نحرر أسرى؟ لا طبعا هو بيغطي على 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 تفكيره او عمله اللي هو عايزه في المستقبل، كل واحد بيغطي على الاهداف الاستراتيجيه بتاعته ولاش كلها كامله. لكن النهارده بيشوف طبيعه الاعمال اللي قبل كده، انت قعدت تفاوض شريط 8 سنين عشان تجيب عشان تاخد تاثير واحد. يعني النهارده هل معقول انت النهارده اللي زي ما بيتقال وصل حوالي 300 اسير النهارده انت هتفرط فيهم كده؟ استحاله. ده بالعكس، ده انت مقصود منك حوالي يطلع من حوالي 20 واحد او 30، الرقم مش دقيق لان مفيش معلومات كامله عنه، من اللي هو الجماعات اللي انت احسن له عندك ذكرته الايام اللي فاتت وفشل. اذا النهارده استحاله موضوع ان هو يتغاضى عن موضوع الاسرى، استحاله. لكن هو عارف ان عمليه الضرب والقسوه اللي عملها في المباني دي كلها سوري، لان المباني تقع مش مشكله، لكن هو كان عنده الفكره ان هيدمر الانفاق ازاي. صحيح. ودي هذه المشكله، ما استخدمش بقى القنابل اللي خدها من امريكا بتاعت الاعماق اللي هي 7 متر. يعني هي دي اللي تدل على ان هو مهتم ولا مش مهتم. انا تمام. لو مش مهتم كان استخدمها من بدري. تمام. لغايه دلوقتي ما استخدمهاش، لانه لو هدم الانفاق هيهدم الانفاق على الاسرى بتوعه اللي موجودين وخاصه منتشرين بانتشار كبير. بالظبط. ودي هي نقطه القوه سياده اللواء في ايد حماس او في ايد حركه المقاومه. تمام. داخل قطاع غزه، الانفاق والمداهمات السريعه والمناورات السريعه لافراد المقاومه. سؤالي لحضرتك، هناك تصميم اسرائيلي ودعم امريكي لعدم وقف اطلاق النار رغم كل الاصوات الدوليه والاقليميه وغيره. اسرائيل ترفض وقف اطلاق النار تحت ذريعه كما تقول الولايات المتحده الامريكيه بالامس، حتى لا تعيد حماس اوراقها او ترتيب يعني الاوراق مره اخرى استعدادا او استكمالا للحرب. هل فعلا يعني اذا مدينا هذا الخط الى نهايته اسرائيل لن توقف اطلاق النار الفتره المقبله؟ ده وضع او دي السياسه العامه كلها اللي بيستخدموها. لو انت رجعت بذهنك تاني كده لحرب اكتوبر، لما احنا كنا منتصرين كاملين الانتصار بتاعنا ماشي تمام 4 شهرات، وبعدين كيسنجر اللي اوحى الى شارون انه لازم يعبر الغرب عشان يلاقي نقطه التفاوض، فبقى وعطل وقف اطلاق النار 3 مرات كمجلس امن. هم معتدين على كده، هم حاسين ان جزء من المهمه بتاعت نتنياهو ما اتحققش، لازم يحقق جزء منها، فبيدي له فرصه، قاعد يدي له فرصه ان يكون يوصل لحاجه، لكن هو في الاخر هيفشل زي ما فشل قبل كده، هيفشل تاني، لان هنا الوضع مختلف. اقول لحضرتك تجهيز المسرح ده الاساس القرار العسكري، لما ابص لتجهيز المسرح اقول لك الموضوع ده يكمل ولا ما يكملش. النهارده لما كتر هدم المباني والكلام ده كله صعب عليه المشكله، لان اصبح دلوقتي مقاتل حماس بيطلع من تحت النفع تحت الانقاض، عنده سكه يطلع منها اكثر من واختفي تاني. الاول كان بيطلع من الارض باين، كان المسيرات والاستطاعات كلها بتبين. صحيح. وحتى هو في تكنيكات جديدة بيستخدمها أفراد المقاومة في قطاع غزة اختلفت عن حروب السابقة اللي شنتها إسرائيل على غزة. بشكرك شكرا جزيلا، كل الشكر لحضرتك سيادة اللواء دكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق. مشاهدينا الثامنة صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف، اتفضلي يا دينا. شكرا لك جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثبات الدعم المصري لمؤسسات الدولة اللبنانية بما يحافظ على استقرار لبنان وأمن شعبها. وخلال استقباله رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، استعرض الرئيس السيسي الجهود التي تقوم بها مصر للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وأكد الرئيس السيسي ورئيس وزراء لبنان ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته من خلال العمل المكثف على احتواء الموقف وتجنب توسع نطاق العنف، وذلك مع ضرورة إعادة إطلاق مسار السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين بما يحقق العدل والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية التي توليها مصر لموضوعات الأمن الغذائي والتغذية على المستوى الوطني. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ساندي ماكين. وصرح متحدث الرئاسة بأن اللقاء تناول علاقات التعاون المتميزة والممتدة بين مصر والبرنامج، وتأكيد الحرص المتبادل على تعزيز هذه العلاقات. كما تناول اللقاء الملفات الإقليمية وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث وجهت المديرة التنفيذية الشكر لمصر على الدور القيادي المحوري الذي تقوم به لتقديم الدعم لأهل القطاع. تجمع الآلاف في العاصمة الأمريكية واشنطن مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ومنتقدين سياسة بلادهم الداعمة لإسرائيل. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات المؤيدة للقضية الفلسطينية مطالبين بوضع حد فوري لحصار قطاع غزة. استشهد 51 فلسطينيا وأصيب العشرات في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال شنت غارات مكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفسفور الأبيض المحرم دوليا على تلك الأحياء، خاصة على مخيم الشاطئ غرب غزة. كما شنت طائرات الاحتلال 15 غارة على الأقل على محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إحراز تقدم في تأمين هدنة إنسانية في التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أكد أن من شأن هدنة إنسانية المساعدة في حماية المدنيين وإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفينة تضررت جراء إطلاق أوكرانيا 15 صاروخ كروز على حوض للسفن في مدينة كريتش. وأضافت الوزارة في بيان أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 من الصواريخ التي أطلقتها أوكرانيا. اجتمع المرشح الرئاسي فريد زهران وعدد من قيادات حملته الانتخابية بقيادات حزبي الاشتراكي المصري والشيوعي المصري، وذلك بمقر الحزب الاشتراكي. وشهد اللقاء مناقشة البرنامج الانتخابي للمرشح ومدى توافقه مع برنامج الحركة المدنية وعدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الخارجية. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حلقة نقاشية حول الانتخابات الرئاسية ومتابعة المجتمع المدني. وتناولت الحلقة مناقشة عدة محاور، منها كيفية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في توعية الجماهير بأهمية الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف والتحديات الراهنة، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وكيفية أداء المجتمع المدني دورا تنمويا محوريا مع المرشح الرئاسي الفائز في الانتخابات القادمة. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الدولة المصرية بتبذل جهود كبيرة من اليوم الأول للحرب وعلى مدار الساعة لاحتواء التصعيد في مسارات مختلفة، مسارات سياسية وإنسانية، والعمل الفوري على وقف إطلاق النار بما يحافظ على أرواح المدنيين ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع دون أي انقطاع أو إعاقة.
خلينا نتكلم اكتر عن الجهود المصريه في المسار السياسي والدبلوماسي وايضا الانساني لاحتواء التصعيد في قطاع غزه مع ضيفنا الكاتب الصحفي دكتور جمال رائف. صباح الخير عليكم، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك. الحقيقه واحنا بنتابع الموقف المصري كل يوم في جديد، كل يوم مصر بتؤكد على موقفها وعلى يعني رؤيتها في هذه القضية تحديدا مع كل أبعادها، مع مراعاة كل الأبعاد الحقيقة. مؤخرا يمكن تابعنا كمان امبارح تصريحات وزير الخارجية سامح شكري واللي أكد فيها على ضرورة التحرك لوقف إطلاق النار، مش بس كده كمان إدانة الجرائم والمجازر اللي بيقوم بها الكيان الإسرائيلي. تابعت هذه التصريحات إزاي؟ يمكن هذه التصريحات في الحقيقة كانت مهمة، وطبعا جت في إطار الاجتماع الخاص بوزراء الخارجية العرب مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، وطبعا ممثل يعني السلطة الفلسطينية مع أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي. هذا الاجتماع في الحقيقة كان مهم جدا. ليه؟ لأن من المهم أن نجلس طوال الوقت مع الطرف الأمريكي للحديث لمحاولة الضغط على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ الأولويات التي نسعى لتنفيذها. إيه هي الأولويات دي اللي حضرتك ذكرتيه؟ فكرة وقف إطلاق النار، إيصال المساعدات، أيضا إحياء مسار السلام، هذا بجانب الثوابت المهمة التي ركزت عليها الدولة المصرية منذ بداية الأزمة بل مبكرا. يعني شفنا ده في حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولى. السيد الرئيس تحدث عن رفض مصر للتهجير القسري إلى طبعا سيناء أو حتى إلى أي منطقة أخرى، طبعا لأن هناك أيضا في ناحية الضفة مخطط آخر لنقل وتهجير قسري للفلسطينيين إلى طبعا الأردن، وبالتالي هذا الأمر مرفوض رفضا باتا. وبالتالي هذا الحوار مهم، طبعا سبقه أيضا جولات حوار سواء قمة القاهرة للسلام أو طبعا جولات بقى يعني دبلوماسية أنا بعتبرها شاقة وصعبة تاخدها القاهرة منذ اليوم الأول وحتى هذه اللحظة ومستدامة ومستمر. نتكلم على اتصالات هاتفية ما بين القيادة السياسية المصرية وبين قادة العالم ربما يعني تخطت 40 اتصال هاتفي، مئات أو 100 اتصال أو أكثر كمان لوزارة الخارجية المصرية. يعني هاتف الاتحادية لم يتوقف عن استقبال الاتصالات منذ اللحظات الأولى، وقادة دول العالم من مختلف الأقطاب، يعني الرئيس الروسي، الرئيس الأمريكي، طبعا قادة الاتحاد الأوروبي كلهم، بنتكلم حتى على طبعا الزعماء العرب. إذن الجميع يعول على دور القاهرة، وفي الحقيقة أن القاهرة بتؤكد طوال الوقت على رؤية واضحة وثابتة، وأيضا هي الرؤية التي من الممكن الارتكاز عليها لتحقيق مكاسب حقيقية خلال هذا التوقيت. وزي ما قلنا هناك ثوابت وهناك أولويات عمل وهناك أيضا أهداف مستدامة لإحياء القضية الفلسطينية مجددا وإحداث حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية مبني طبعا على أساس حل الدولتين. وبالتالي وزير الخارجية سامح شكري بالأمس أكد على هذه النقاط، أكد على أهمية وقف إطلاق النار، على فكرة إدخال المساعدات، على رفض فكرة العقاب الجماعي، وإن ما يحدث الآن يتعدى فكرة رد الفعل، لأننا نتحدث الآن عن يعني أمر وحشي للغاية، يعني يتجاوز بالتأكيد فكرة حتى الرد العسكري أو رد الفعل الطبيعي، هذا أمر يتجاوز كل هذه المعايير. أيضا فكرة التهجير القسري زي ما قلنا أيضا تم التركيز عليها بالأمس، وأيضا عدم تصفية القضية الفلسطينية صحيح. على حساب كمان، ودي كانت أيضا جملة مهمة للغاية، على حساب الشعب الفلسطيني نفسه أو على حساب أي من شعوب المنطقة، يعني ولا مش من المسموح أن أي دولة أي من دول الجوار بالضبط تدفع ثمن تصفية القضية الفلسطينية أو حتى الشعب الفلسطيني يدفع ثمن تصفية القضية الفلسطينية. عشان كده مصر بتأكد طوال الوقت أن قضية أو فكرة تهجير الشعب الفلسطيني دي معناها تصفية القضية الفلسطينية. نقدر نقول يا أستاذ جمال أن امبارح كنا أمام موقف عربي موحد، لأنه في صوت عربي واحد. احنا بنتكلم على 7 وزراء عرب خارجية أجروا الحوار واللقاء مع أنتوني بلينكين. هل احنا أمام جبهة عربية موحدة، صوت عربي موحد، وأهمية وقيمة أن يكون لدينا صوت موحد خلال حرب غزة؟ لأنه في النهاية احنا بنتكلم على إرادة شعبية، بنتكلم على خروج في عواصم عربية وإسلامية كبير جدا المتظاهرين. إلى أي مدى الصوت العربي ده اللي بتقوده مصر بشكل أساسي ممكن أنه يغير شيئا ما في المعادلة؟ طيب عشان نأكد على هذه النقطة، مصر بتعمل في الحقيقة يعني لمن يرصد هتلاقيها بتعمل على محورين. المحور الأول هو فكرة العمل الدولي الجماعي لحل حلحلة هذه الأزمة الآن، والعمل العربي أيضا المشترك لحلحلة هذه الأزمة. في العمل الجماعي شفنا
قمة القاهرة للسلام، بنشوف زي ما قلنا اتصالات القيادة السياسية، عمل وزارة الخارجية، يعني حتى الاتصالات مع كافة الأطراف في هذا الصراع. العمل الآخر وهو أيضا متعلق بحشد القوى العربية وتجميع الآراء أو وجهات النظر العربية في مجموعة من الثوابت ومجموعة من النقاط للحديث بها إلى المجتمع الدولي. وده شفناها في البيان الذي ضم أيضا 9 دول عربية وخرج بعد قمة القاهرة للسلام. وده كان مهم جدا لأن الدولة المصرية بتقول لا، قمة القاهرة للسلام استطاعت أن توحد الصف العربي وتحدث نوع من أنواع الرؤية العربية المشتركة. وبعد كده الآن بنتحدث أيضا عن قمة في الأردن بتجمع عدد من الدول العربية، وأيضا هذه الدول بتتحدث عن ثوابت ونقاط بها اتفاق كامل وشامل. قمة مرتقبة على المستوى الرئاسي في الرياض يعني خلال أيام. بالضبط. وبالتالي مصر بترتكز بالتأكيد على أن يكون هناك لحمة عربية ووحدة عربية في هذا التوقيت، لأن هذا التوقيت يحتاج إلى هذا الأمر، يحتاج أن يكون حائط الصد العربي حائطا قويا يستطيع أن يصمد أمام هذه المتغيرات الصعبة التي تعصف بالقضية الفلسطينية، لأن هذه القضية الآن بتشهد متغير غير تقليدي. يعني الأمر الآن ليس كما كان، لأن بنتكلم الآن على عالم كله يشهد الكثير من الصراعات والأزمات وبه متغيرات صعبة للغاية. وبالتالي إيجاد أيضا رؤية عربية موحدة وعدم شق الصف العربي هو مهمة مصرية تحاول طوال الوقت الدولة المصرية أن تفعلها وتجعل الصف العربي موحدا قويا يستطيع أن يضع نقاط ثابتة وواضحة أمام الأطراف الأخرى. وأعتقد أن ده كان أهم مكتسبات قمة القاهرة للسلام. ليه؟ لأن من أول مرة منذ عقود يجلس الطرف العربي أمام الطرف الغربي على طاولة واحدة يتحدثون على القضية الفلسطينية. يعني هذه أول مرة منذ عقود، وحتى ده شفناه امبارح كمان في قمة الأردن، ان ابتدى يحصل نوع من انواع لا احنا ممكن نقعد صحيح. لا ده احنا حتى لو بنختلف، حتى انتوني بلينكن امبارح تحدث اننا نختلف في بعض النقاط ونتفق في بعض النقاط، ده مقبول دلوقتي ماشي، بس نقعد ونتكلم ونبتدي نضغط على الجانب الاخر حتى ينفذ بعض يعني هذه المطالب او هذه الامور التي نريد ان نحصل عليها. وفي الحقيقه ان انا اعتقد ان هذا الضغط له ثمار ايجابيه الان. يعني حينما نرى الان الخطاب الامريكي الذي اعتدل نوعا ما، مش هقول ان هو تغير جذريا، ولكن في اعتدال نوعا ما، تزحزح على الاقل، يعني في زحزحه سنه اكيد. وده مكسب مهم. يعني انت بتتكلم الاول زياره انتوني بلينكن الاولى كانت اكثر صعوبه بصراحه. يعني الرجل اتى الى المنطقه يتحدث عن دعم كامل للجانب الاسرائيلي، سوف نحرك حملات الطائرات، حق اسرائيل، لم يتحدث عن الجانب الاخر، ولم يتحدث عن حل الدولتين، ولا يتحدث على اي شيء، يتحدث فقط عن اسرائيل. هذه المره لا، هناك حلحله، يعني يتحدث عن غزة وأطفال غزة الأطفال. حتى الموقف الفرنسي تغير برضو بشكل كبير جدا. بالضبط. يمكن إرسالهم لحاملة أو للمستشفى الميداني الخاصة بي أو السفينة الخاصة بالمستشفى أو غيرها من المواقف، وإرسالهم أيضا طائرة مساعدات. ده ليه؟ لأنك أيضا الصوت الموحد والحراك، انا مش عاوز اقول لخبطه القاهره عشان ما ابقاش يعني بستاثر بهذا الدور لينا، بس ده الحقيقه. يعني مصر والاردن اكثر الدول حراكا وفاعليه منذ بدايه هذه الازمه. نعم طبعا الدول العربيه الاخرى كلها تتحرك وكلها تساند وكلها تعمل، ولكن طبعا دول الجوار بيكون عليها مسؤوليه اكبر، بيكون عليها عبء اكبر، لان امتداد الامن القومي لمصر او الاردن ممتد للجانب الفلسطيني. يعني في النقطه دي تحديدا يا استاذ جمال، الموقف المصري زي ما حضرتك تحدثت، وبما انك كمان ذكرت الاردن، هما موقفين واضحين تماما. لكن لو هتكلم تحديدا عن الموقف المصري، يعني خليني استغل وجود حضرتك معنا ونرسم للمشاهد، لانه احنا تقريبا مر شهر على الاحداث في غزه والتصعيد في غزه، وممكن الموضوع محتاج متابعه حثيثه عشان تقدر تتابع كل التفاصيل اللي حصلت في هذا الوقت. يعني خلينا نستغل وجود حضرتك معنا وترسم للمشاهد الموقف بشكل كده، يعني خلينا نقول يعني مش مفصل، لكن الصورة الكاملة، وتحديدا موقف مصر هو صحيح طبعا موقف داعم للقضية الفلسطينية وانطلاقا من القومية العربية وما إلى ذلك، لكن أيضا الدولة المصرية زي ما حضرتك قلت بما أنها دولة جوار هي بتتعرض أيضا لنوع من أنواع الضغط والمزايدات اللي احنا بنتابعها. بالتأكيد طبعا المزايدات على الدور المصري مرفوضة تمام وغير منطقية، وحتى الشارع العربي والشارع المصري وكل دول العالم لا تتقبلها، لأن انت بتزايد على دور
مش موجود من دلوقتي او يعني لم يولد الان، ده دور تاريخي منذ 48. الدوله المصريه لوحدها هي التي دفعت دماء صحيح. ثمن يعني الدفاع عن القضيه الفلسطينيه، وبالتالي لا يمكن المزايده على الدور المصري. تاريخيا دور عظيم للغايه، والثوابت التي نتحدث عنها اليوم ولدت منذ 48 بالمناسبه. اننا يعني لدينا بعض او كل ثوابت الموجوده الان هي نفس الثوابت التاريخيه لهذه الأزمة. دور تاريخي على مدار التاريخ، سواء فيما يتعلق به طبعا دعم الأشقاء إنسانيا وسياسيا ومحاولة إحياء مسار السلام طوال الوقت وغيرها من الأمور. بعد عام 2014 كان هناك رؤية استشرافية بالمناسبة لما سوف يحدث من أحداث. وهنا هرجع لحديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربما الأول في الأمم المتحدة، في أولى خطاباته في الأمم المتحدة تحدث عن القضية الفلسطينية في وقت كانت القضية الفلسطينية متراجعة، كان هناك أزمات أخرى، سوريا واليمن وليبيا، والجميع يتحدث عن هذه القضايا. رأينا السيد الرئيس يقف في الأمم المتحدة يتحدث إن حلحلة القضية الفلسطينية سوف يتبعها حلحلة لكافة قضايا المنطقة. احنا نتكلم على 2014-2015، ده اللي بيحصل دلوقتي، إن بالفعل في الآخر رجعنا إلى قضية القضايا صحيح. كما تتحدث الدولة المصرية، لأن بالفعل القضية الفلسطينية هي جوهر الأزمة في منطقة الشرق الأوسط. الدور المصري الممتد والمستمر الآن يعمل على محورين أساسيين، وحضرتك ذكرت ده في المقدمة، المحور السياسي والمحور الإنساني. المحور السياسي نتصل ونتواصل وأيضا نصنع قنوات عمل جديدة وغير تقليدية في العمل الدبلوماسي والسياسي. بمعنى إيه؟ إنك نعم بتتواصل مع قادة دول العالم، بتحاول تضغط على كل الدول اللي تساند القضية الفلسطينية، وأيضا في هذه المرة استطعت أن تخرج برا الإطار التقليدي في العمل الدبلوماسي. عملت قمة القاهرة للسلام صحيح. انت شفت ان الأمم المتحدة مجلس الأمن لديهم انسداد سياسي في حراك او فيما يتعلق بالحراك تجاه القضية الفلسطينية. ليه؟ لان اصحاب الفيتو الخمس لديهم عناد سياسي مرتبط بصراحهم دوليا، وبالتالي هم مش هيوافقوا على، مش بس على فلسطين بالمناسبة، حتى فيما يتعلق بأوكرانيا، فيما يتعلق بأي صراع دولي. هم لديهم عناد سياسي لن يجعلهم يحركوا أي قرار في مجلس الأمن. وده اللي شفناه خلال الفترة الماضية، مجلس الأمن خارج نطاق العمل الفعلي فيما يتعلق بترسيخ السلام والاستقرار الدولي. بالتالي أنت اشتغلت على صعيد الدبلوماسية التقليدية، وأيضا صنعت مسارات عمل دبلوماسية جديدة. المسار الإنساني بقى بالتوازي كان مهم جدا خلال هذه المرحلة، وليه استثنائية في هذه المرحلة؟ ليه؟ لأنه مرتبط بملف أو مخطط أرادت إسرائيل تنفيذه منذ عقود صحيح. وهو فكرة التهجير القسري. وبالتالي أنت محتاج اللي أنت تساند أهالي قطاع غزة على الصمود والبقاء من خلال الدعم الإنساني حتى يستطيعوا أن يحافظوا على أراضيهم. لأن السيد الرئيس قال جملة هي مهمة للغاية وبسيطة جدا لو عايزين نشرح أهمية بقاء أهالي غزة على أراضيهم. أحنا ما قدرناش نجيب حق الشعب الفلسطيني طوال العقود الماضية وهو على أرضه. طب هنعرف نجيب حق الشعب الفلسطيني وهو خارج أرضه؟ صحيح. هذه التأكيد على الحياز على للأرض بشكل مباشر وعدم تكرار مرة أخرى ما حدث في نكبة 48. إذا نظرنا للمشهد كده أستاذ جمال، أمريكيا وإسرائيليا، بعض المحللين شايفين الفترة اللي فاتت طبعا هذا الانحياز الشديد للولايات المتحدة الأمريكية لصالح إسرائيل، والبعض ذهب إلى القول أنه القرار الأمريكي مختطف إسرائيليا. أنتوني بلينكين شارك في مجلس الحرب في زيارته الثالثة لإسرائيل، دعم غير مسبوق كما يعني هو واضح الفترة الماضية. تفسير حضرتك للسلوك الإسرائيلي، لأنه هل فعلا إسرائيل بتنتهز أو تستثمر هذه الفرصة غير المسبوقة تاريخيا، دعم دولي في أن تستمر في حربها؟ ومن الذي سوف يوقف إسرائيل إذا كانت القوة الأكبر في العالم بتدعمها، بتقف وراءها في كل تحركاتها حتى الآن؟ يمكن في الحقيقة هذه نقطة في غاية الأهمية، لأن إسرائيل جرجرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط من جديد، بعد أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تذهب إلى تحقيق بعض المصالح الخاصة بها سواء في شرق أوروبا أو في بحر الصين الجنوبي. وشفنا حتى الولايات المتحدة الأمريكية قبل انفجار الأوضاع في الشرق الأوسط كانت بتسحب قواتها من الشرق الأوسط أو بتخفف من قواتها في الشرق الأوسط، كان هناك محاولة يعني تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط للانتباه لبعض القضايا الأخرى. وعشان كده حتى كان في خلاف واضح ما بين نتنياهو وما بين بايدن، وبايدن لم يلتقي نتنياهو على مدار سنة
وده صحيح. غريب في الاعراف الامريكيه الاسرائيليه صحيح. يعني صحيح. رئيس الوزراء في اسرائيل بيجي بعدها بيومين بيبقى في البيت الابيض يعني ده كان غريب جدا صحيح. انتظر حتى ذهب الى الجمعيه للامم المتحده والتقى به على هامش الجمعيه العامه للامم المتحده. فكان هناك بالتاكيد خلاف في الكواليس على فكره تفجير الموقف الان. ده اللي احنا قدرنا نفهمه دلوقتي ليه كان في خلاف، لان نتنياهو كان لديه رؤيه ربما لتفجير الاوضاع الان وتصعيد الموقف، والبيت الابيض كان يرى ان هذا الامر ربما يعني مستقبلا ليس الان. وبالتالي حينما تفجرت الاوضاع لم تكن الولايات المتحده الامريكيه تستطيع ان تصمد، لان كلنا عارفين المصالح الامريكيه الاسرائيليه والعلاقه الامريكيه الاسرائيليه، وبالتالي يعني كان هنا بقى لزاما على الولايات المتحده الامريكيه ان تذهب الى اسرائيل ويعني تلبي نداء اسرائيل. طبعا الانحياز كان مطلق وما زال طبعا مطلق، ولكن الجيد في الامر ان استطعت انت كقوه الان عربيه وطبعا بعمل مصري في الحقيقه واردني انك تحدث نوع من انواع الضغط وايضا تحرك الراي العام الدولي. عشان كده شفنا مظاهرات في الولايات المتحده الامريكيه صحيح. شفنا مظاهرات في الداخل الاوروبي. وبالمناسبه عشان هذه النقطه، المواطن الامريكي والمواطن الاوروبي لن يتحملوا المزيد من الضغوطات الاقتصاديه صحيح. بسبب المزيد من الصراعات، لان صراع شرق اوروبا حمل جيوب او تحملت جيوب المواطن الامريكي والاوروبي الكثير والكثير والكثير. وايضا هو خارج من تبعات جائحه كورونا، وبنتكلم على تضخم عالمي وزياده في الاسعار، وايضا هناك ازمه طاقه ربما تكون الاشرس خلال الشتاء القادم. وبالتالي هذا المواطن المثقف المتعلم يدرك تماما ان هذه الحروب سوف تدخله في مشكله كبيره جدا. ايضا البعد الانساني، انت الولايات المتحده الامريكيه الجانب الاوروبي يتحدثون عن حقوق الانسان وعن القانون الدولي الانساني وعن الحفاظ على هذه المفاهيم، ثم يشعر المواطن الغربي ان هناك ازدواجيه صحيح. في خطاب الساسه الذين يحكمونها، وبالتالي هذه ايضا نقطه حركت الشارع الاوروبي. وبالتالي الخوف بالمناسبه على الانظمه الاوروبيه والنظام الامريكي نفسه خلال هذه المرحله اذا استمرت هذه الصراعات، لان لازم نبص على الخريطه بشكل اشمل، لان احنا عندنا اربع نقاط صراع متفجره في العالم، نتكلم عن شرق اوروبا، نتكلم عن الشرق الاوسط، بحر الصين الجنوبي، وايضا الساحل والصحراء الافريقي. كل هذه النقاط المواطن الامريكي والمواطن الاوروبي يدفعون من ضرائبهم ومن أموالهم ثمن الذخيرة التي تدفع. وفي الآخر هو معني بالمناسبة برضو بأحوال معيشته هو في الداخل، يعني أنا مش هيبقى مدرك أبعاد حتى هذه السياسات، هو معني بالخدمات اللي بتقدم ليه في بلده بالتأكيد. والمساس بالرفاهية صحيح. لدى المواطن الأوروبي والأمريكي، يمكن احنا شعوب ممكن يعني لدينا من الجلد ومن الصبر وتعودنا على هذه الأزمات وبنستطيع أن نبني دولنا بالعمل وبالكفاح، ولكن المواطن الاوروبي والغربي وصل لمرحله من الرفاهيه لن يستغنى عن هذه الرفاهيه. يعني السنه اللي فاتت لما كنا بس كانوا بيتكلموا على تقليل المؤشرات الخاصه بالمدافئ في اوروبا صحيح. حدثت مظاهرات، وبالتالي نحن نتحدث يعني عن استاذ جمال. طيب هل تعتقد يعني في ضوء حديثك، هل تعتقد انه الضغط الشعبي يمثل ورق الضغط غير متوقع بالنسبه للغرب، وهل يمكن ان احنا في القريب العاجل نشوف بالفعل تغير في لغة الغرب تجاه القضية الفلسطينية وتجاه ما يحدث في القضية الفلسطينية أو في غزة تحديدا؟ يعني التغير لن يكون تغير بشكل يعني كامل، على الأقل هدنة إنسانية، على الأقل وقف لإطلاق النار. لكن بالتأكيد الضغط الشعبي طبعا السوشيال ميديا هنا لعبت دور مهم جدا. يعني في الحقيقة كمان الخطاب الإعلامي، يمكن كنا بنتكلم في ده قبل الهوى، لا لأول مرة يبقى في خطاب إعلامي لأول مرة نسرد قصتنا بالزبط. لأول مرة نحكي إحنا القصة بالضبط، فقدرنا نوصل الرسائل حتى مع التضييقات التي حصلت على وسائل التواصل الاجتماعي والتضييق الذي حصل على السوشيال ميديا. برغم هذا طبعا من قبل الشركات التي تمتلك هذه المنصات، برغم هذا استطعنا أن صحيح. يعني نصل بهذه الأصوات وبهذه المشاهد وبهذه الحوادث إلى الرأي العام الغربي. وأعتقد أن يعني الرؤية الآن أصبحت متضحة للجميع. الأمين العام للأمم المتحدة في الحقيقة أيضا موقف كمان دولي وإنساني مهم كمان، حتى عشان عدالة قضيتنا. يعني عدالة القضية هي اللي بتفرض أن الصوت العربي أو الصوت الفلسطيني الحق الفلسطيني يصل إلى العالم. عايز أروح مع حضرتك إلى الداخل الفلسطيني، لأنه مهم جدا العين كلها إعلاميا على غزة، لكن هناك الضفة الغربية، ما يحدث في جنين مثلا في الأيام الماضية من قتل، احنا بنتكلم على أكثر من 140 يعني شهيد فلسطيني. الضفة الغربية أيضا تشتعل،
وحضرتك ليك رؤيه كمان في فكره التوحد الفلسطيني داخليا، يعني كتبت عن الحل مقاومه وطنيه فلسطينيه، لانه ما فيش مجال في ظل هذه الحرب انه نتكلم عن انقسامات ما او انشقاقات ما سياسيه في الداخل الفلسطيني. اهميه هذه الضفه الغربيه التي العين الاعلاميه منحرفه عنها للاسف الشديد طبعا عشان هول اللي بيحصل في غزه، شايف ازاي يبقى في توحد داخلي فلسطيني تحت مظله مقاومه حقيقيه للاحتلال؟ يمكن هذه نقطة مهمة للغاية. وما يحدث في قطاع غزة بالمناسبة هو نفسه اللي بيحصل في الضفة، ولكن بآليات عمل أخرى. يعني الترهيب والتخويف الذي يحدث في قطاع غزة يحدث بطرق مختلفة وبأدوات مختلفة في الضفة، بغرض أيضا تهجير أهالي الضفة إلى الأردن. وبالتالي نحن نتحدث عن عدم وجود لرفاهيات الوقت، يجب أن يكون هناك معادلة جديدة تظهر على الساحة السياسية الفلسطينية. إذا كنا نبحث عن الحل فعلينا أن نبحث عن حل غير تقليدي لمواجهة أزمة غير تقليدية. الحل هنا في مقاومة وطنية فلسطينية من الداخل. من الداخل علينا أن نذيب الآن كافة الفصائل الفلسطينية تحت مظلة واحدة وتحت راية واحدة. إذا كانت الحجة لدى الآخر حماس أو قسام أو هذه المسميات، علينا أن نذيب هذه المسميات وأن نخفي بالمناسبة هذه المسميات. ليس من العيب أن نفكر في أفكار جديدة طبعاً. علينا أن نذيب هذه المصطلحات وهذه المسميات، وأن نضع مفهوم أشمل، فكرة مقاومة فلسطينية وطنية، وأن يكون لها ذراع سياسي وذراع آخر مقاومة على الأرض، وأن تذهب بالقضية الفلسطينية إلى مرحلة جديدة تذيب الحجج التي يعني يستغلها الآخر يعني ممارسة أعماله الغير إنسانية. نشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف، نورتنا وشرفتنا. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتكم، الشرف لي، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. شكرا لحضرتك. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. سيناء ليها طبيعة خاصة في جوها، أرضها، بيئتها كمان اللي مش موجودة في أي منطقة في العالم. ده بيخلي لسيناء مكانة خاصة، مكانة بيئية تحديدا من ناحية الزراعة، الطرق، الأنفاق، وده بيساهم في أنه يكون في توافر في الزراعات، كمان المشروعات الاقتصادية المليارية اللي الدولة بدأت فيها من سنين فاتت ولسه بتستكمل فيها لحد النهارده. الحقيقه جمالة فعلا البيئه في سيناء هي بيئه فريده بامتياز، وفي كنوز كتيره جدا لم تكتشف بعد حتى هذه اللحظه. فكر الدوله المصريه من فتره طويله هو تنميه سيناء بمنظور مختلف، منظور بيئي وما يعرف بالاقتصاد البيئي، وايضا محاوله رفع وتحسين جوده اهلنا في سيناء، بالاضافه لاقامه مشروعات وتاسيس مجتمعات عمرانيه كتيره جدا داخل شبه جزيره سيناء. معانا في استوديو صباح الخير يا مصر الدكتور علاء سرحان، استاذ الاقتصاد البيئي بجامعه عين شمس، بنرحب بيه ضيف عزيز منورنا. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. هبتدي بس مع حضرتك، ممكن ناس كتير مننا ما يعرفوش التخصص ده، الاقتصاد البيئي، يعني علاقة الاقتصاد بالبيئة، قبل ما نتكلم طبعا عن ما يحدث في سيناء من مشروعات تنموية. هو الحقيقة يا فندم علاقة الاقتصاد بالبيئة ان البيئة في حد ذاتها لابد ان هي تكون متصلة بالاقتصاد، بمعنى ان ما ينفعش حضرتك ان تكون المعطيات البيئية موجودة في انفصال عن الاقتصاد وما يحدث في الاقتصاد. الحفاظ على البيئة لها يعني تكاليف، ولكن ايضا لها منافع. المنافع الايكولوجية التي نحصل عليها هي الحقيقة ممكن ان تقوم بالاموال، وممكن ان هي تكون مرتبطة بتكاليف ومنافع. فالحفاظ على البيئة في حد ذاته لا يعني متخذ القرار الكثير ما لم يكن مرتبط بتكاليف ومنافع، لان حضرتك في النهاية عايز تحسن جودة الحياة للمواطن، حضرتك عايز في النهاية انك انت تحسن نوعية الحياة، دي مرتبطة بتكاليف ومرتبطة بمنافع. فلابد من ربط الاقتصاد بالبيئة، وكان ما يحدث في الماضي هو الحقيقة انفصال ما بين الاثنين، ودي طبعا كانت مشكلة كبيرة جدا، لان احنا بنحصل على مواردنا الاقتصادية وبنحصل على كل المواد الخام والمدخلات في العملية الانتاجية من البيئة الطبيعية، ولكن للأسف الشديد في مشكلتين. ان احنا حضرتك لما بننتج سلع وبينتفي الغرض من هذه السلع عن طريق اشباع حاجتنا منها، بنرمي المخلف
في البيئة تاني، سواء أرض أو مية أو تربة، التلات أوساط بتوع البيئة. فعندنا المشكلة دي الأولى. المشكلة التانية حضرتك إن احنا كان زمان الفكر الاقتصادي على أن موارد البيئة هي لا نهائية، وبالتالي كنا بناخد منها الكثير جدا دون وجود اعتبار لاستنزافها أو الاستهلاك الجائر أو كذا. وفي نفس الوقت لما بنيجي نستخدم البيئة كوعاء لمخلفاتنا برضو بنعتبر ان هي قدرتها على استيعاب هذه المخلفات لا نهائية. فدي كان ما يطلق عليه حضرتك بالاقتصاد الخطي linear economics، اللي هو take make and throw، اللي هو ناخد نصنع ثم نرمي. الكلام ده حضرتك اتغير واصبح لابد الربط ما بين الاقتصاد والبيئه، واصبح ما يطلق عليه الان بالاقتصاد الدائري. كيف يمكن ان تكون عمليه انتاج السلع والخدمات مرتبطه ببعضها، بحيث ان احنا نراعي البيئه ونراعي البعد الاجتماعي، ولكن لابد يكون عندنا اقتصاد قوي حتى يمكن نؤمن جوده حياه ونوعيه حياه مناسبه للمواطن. طيب دكتور علاء، بالنسبه لسينا، لو هنتكلم عن سينا تحديدا، حابين نعرف من حضرتك ايه المميزات اللي بتتمتع بيها سينا بيئيا اللي تم استغلالها بالفعل من قبل الدوله المصريه، واللي احنا لسه ما زلنا محتاجين ان احنا نستغلها او نعمل عليها. طب هو الحقيقه ده سؤال مهم جدا، لان احنا سينا ليست فقط لها اهميه تاريخيه، وطبعا من الناحيه الدينيه، مش هنتكلم عن الناحيه الدينيه طبعا، الكثير والكثير يقال عنها، ولكن خلينا، وطبعا مش هنتكلم على ان هي عزيزه جدا علينا لان الدماء الغاليه طبعاً اللي سالت على ارضها، ولكن احنا هنتكلم على الاهميه زي ما حضرتك تفضلتي البيئيه او الايكولوجيه اللي موجوده في شبه جزيره سيناء. سبحان رب العالمين حضرتك ان سيناء ربنا سبحانه وتعالى اختصها بوجود نباتات وبعض انواع الحيوانات التي تعتبر في يعني فريده جدا في حد ذاتها. وعشان كده حضرتك كتير جدا من المشروعات التي تمت بالتعاون مع البنك الدولي ومرفق البيئه العالمي اللي هو جلوبال انفايرمنت فاسيليتي كانت على النباتات دي، كيفيه تنميه وتطوير بعض هذه النباتات الطبيه ميديسينال بلانتس، حتى لان دي مش موجوده في اي حته الا في سينا. حتى يمكن ان تكون اولا احنا عايزين نحافظ عليها، ان التنوع البيولوجي يا فندم هو سر الحياه طبعا. التنوع البيولوجي هو لا زال الى يومنا هذا احنا لابد ان نحافظ عليه، التوازن البيئي يعني التوازن البيئي عامه. ولكن سينا التنوع البيولوجي فيها اكثر من اي منطقه اخرى في العالم، والتنوع البيولوجي ده مفتاح الحياه وسر الحياه للاجيال القادمه، موجود في المصادر الوراثيه اللي موجوده في النبات والحيوان في كتنوع بيولوجي، اللي لسه احنا العلم لم يتوصل الى فك الطلاسم بتاعته ورموزه الى يومنا هذا. فاحنا بنقول ان الدواء موجود في هذه المصادر الوراثيه سواء نبات او حيوان. طب سينا فيها ايه؟ سينا فيها نباتات طبيه مش موجوده في اي حته في العالم. نمره واحد. نمره اتنين، في محميات طبيعيه، انا بتكلم هقول محميات ولكن هي مناطق حساسه بيئيا سواء ارضيه تريستريال او بحريه. عشان كده الدوله عملت هذه المناطق، قدرت ان هي تطلق عليها يعني ان هي محميات حتى يمكن حمايتها، وان كان مش حمايتها مش معناها ان احنا ما نستغلهاش، ولكن نستغلها بطريقه مقننه بيئيا. ففي هناك مناطق بنتكلم على كورالز، بنتكلم على شعاب مرجانيه، بنتكلم على مناطق في غاية الجمال. فإحنا بنتكلم على أن سينا من أغنى المناطق الإيكولوجية اللي موجودة على ظهر هذا الكوكب، وده يمكن استثماره بقى سياحيا واقتصاديا بشكل كبير جدا. مع انطلاق المرحلة الثانية من تطوير شبه جزيرة سيناء اللي احنا شاهدناها مع زيارة رئيس مجلس الوزراء لشمال سينا، الحديث عن مشروعات تنموية، لكن كان في تأكيد أنه العشر سنوات الماضية كان التركيز على البنية التحتية، بتكلم على شبكة طرق وكباري جديدة، أنفاق لأول مرة بتصل سينا بالوادي. أهمية البنية التحتية وشبكة الطرق في تعزيز ما يعرف بالاستثمار البيئي، يعني البنية التحتية دي ممكن تساعدني إزاي في استثمارات بيئية؟ طيب فعلا، أولا في البداية لا تنمية دون وجود بنية أساسية، الانفراستراكشر لابد أن هو يكون موجود. ولو حضرتك أخذنا أمثلة دول أخرى وصلت إلى معدل نمو اقتصادي كبير، هنلاقي انها ما كانش ينفع انها
تصل إلى هذا النمو دون وجود البنية الأساسية. فالبنية الأساسية هي اللبنة الأولى وفعلا زي ما بيقولوا الأساسية، هي الأساسية علشان حضرتك تؤسس عليها أي يعني مجهود تنموي. الحاجة الكويسة يا فندم في سينا أن إحنا لما جينا نعمل البنية الأساسية أخذنا في الاعتبار بعض المحاذير اللي هي مثلا إيه؟ أن سينا لها طبيعة خاصة مثلا زي فيها سيول وأمطار وبعض العوامل الأخرى التي تم أخذها في الاعتبار عند تصميم هذه البنية الأساسية. ليه؟ إحنا عايزين أن هذه البنية الأساسية تكون قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وأيضا تراعي الطبيعة الخاصة والخصوصية اللي موجودة في سيناء. فلما اتعمل البنية الأساسية الحقيقة أنا كنت يعني واحد من الناس اللي يعني أفخر أن أنا كنت، بس كنت من جانب البنك الدولي في واشنطن، بس برضو زلت أنا يعني أعتز أن أنا كنت مشارك في هذا، أن كان تم أخذ الكثير من هذه الاعتبارات علشان خاطر البنية الأساسية دي تكون قادرة على التصدي لما لأي تداعيات خاصة بتغيرات المناخية أو إن هي تتعامل مع الظروف المناخية الخاصة بسيناء. فدي كانت مهمة جدا. وزي ما حضرتك تفضلت الاستثمار البيئي هو مش معناها أو لو احنا عملنا محميات طبيعية ليس معنى ذلك إن احنا نعمل زي ما بيقولوا أبسولوت كونسيرفيشن اللي هي الحفاظ على البيئة على المطلق أبدا. هي معناها لابد من تقنين الاستثمارات أو الاستخدامات أو أي نوع من أنواع التعامل مع هذه البيئات الحساسة والهشة بشكل جيد وبشكل يعني يكون فاهمين احنا بنعمل ايه. وهو أعتقد حضرتك الحمد لله أن الدولة المصرية في الفترة اللي فاتت ابتدينا نبص لهذا الموضوع بطريقة علمية وبطريقة فيها مشاركة شعبية، وأنا اشتركت في أكتر من جلسة تشاورية هنعمل إيه في المحميات وكيف يمكن أن بحتاج كمان وعي من المواطنين، يبقى عندهم سلوك بيئي ووعي إزاي يتعامل مع المحميات. المواطنة البيئية يا فندم، وده مفهوم إحنا في مصر ابتدينا ندخله على أساس أن حماية البيئة ليست فقط مسؤولية الدولة. صح. حماية طبعا. البيئة هي تشاركية أو مشاركة ما بين الدولة والمواطن، لأن في النهاية حضرتك كل الفايدة من الاستثمار في البيئة هو بيعود في الأول وفي الآخر على المواطن. فالمواطن لازم يقول تفضيلاته إيه، يقول هو عايز إيه، لأن الدولة هي بتقوم بالنيابة عنه بعمل مثل هذه المشروعات ومثل هذه الجهود، وبالتالي لازم تعرف هو تفضيلاته إيه، ومش كده وبس، وكيف يمكن أن يشارك بشكل إيجابي. شكل إيجابي إزاي؟ مش لازم أنه هو يساهم يعني بجهد، لا، ما يبوظش الحاجة. هي بتدور أنها تسهل له فكرة الاستخدام الأمثل والمرشد لهذه الموارد. مظبوط يا فندم. طيب برضه عشان أقرب الصورة للمشاهد يا دكتور، ممكن حد يقول يعني إيه المشروعات البيئية؟ يعني هل هي مقتصرة على فن المحميات؟ يعني إيه مشروعات بيئية وإيه علاقة المحميات بالاقتصاد؟ خلينا أقرب الصورة أكتر للمشاهد. نوعية المشروعات البيئية، يعني إيه مشروع بيئي؟ زي إيه؟ لو حضرتك تدينا أمثلة عن هذه المشروعات البيئية. حاضر. هي أي مشروع له قيمة مضافة للبيئة وتنمية البيئة هو ما يطلق عليه مشروع بيئي. لازم نفرق ما بين حاجتين حضرتك. المشروع البيئي ده اللي احنا بنتكلم عليه قيمة مضافة للبيئة، يعني أنا مثلا بعمل إيه؟ لو عملت عملية تشجير، أنا بعمل إيه في التشجير دي؟ أنا بزود المساحات الخضراء، المساحات الخضراء دي اللي هي أشجار يعني تعتبر الرئة الإضافية للمدن. ممكن نحن نعملها حزام أخضر عشان تحمينا من العواصف الترابية والعواصف الرملية، بتدينا أكسجين، بتثبت الكربون، بتثبت التربة، تمنع، هذا هو خط الدفاع الأول. أعذرني يا دكتور برضو لو أنا مكان المشاهد هقول بس هذه المشروعات لو هنتكلم عن التشجير مش بالضرورة يكون ليها عائد مادي. لا يا فندم، أنا معلش عفوا، دي بقى الحاجة اللي أنا حياتي كلها كده. كيف يمكن الفرق ما بين العائد الاقتصادي والعائد المالي؟ العائد المالي هو الكاش، الفلوس اللي بتيجي اللي داخل واللي خارج. أما العائد الاقتصادي فالعائد الذي يعود على المجتمع وعلى الفرد وعلى المواطن. العائد الاقتصادي حضرتك هو ما نحصل عليه من منافع إيكولوجية ليست مادية، ولكن إحنا كدولة كمتخذ قرار إحنا بنحسبها، بنقول أن التشجير
وإن كان ليس له عائد مادي ملموس ولكن الحفاظ على صحة المواطن الحصول على منافع إيكولوجية أخرى، كل دي يمكن أن تقوم بالفلوس وبالوحدات النقدية. وهو ده الحقيقة الشغل اللي أنا يعني المفروض تخلي المواطن يعني صحيا كويس، يعني قادر على الانتاج والعمل لما يلاقي موجود في مكان فيه مساحه خضراء. عشان كده كنت حريصه ان حضرتك توضح الفرق فعلا، يعني عشان انا بسال، انا يعني بحاول اكون مكان المشاهد اللي بيحاول يتساءل الاسئله دي. احنا انتوا بتقولوا مشروعات بيئيه، مشروعات تعني وجود او ايجاد دخل او خلق دخل، فخلينا نوضحها للمشاهد اكتر طبعا من وجهه نظر حضرتك ومن رؤيه حضرتك. انا لو بس اسمح لي حضرتك ازود بقى في الحته دي، لان انا مقتنع، يعني مش مقتنع يعني دي حياتي كلها في القصه دي. الدوله حضرتك الاستثمار البيئي هو الاستثمار في المستقبل والاستثمار في المواطن. العائد المالي بتاعه مش شرط ان هو يبان، ولكن العائد الاقتصادي على صحه المواطن زي ما حضرتك تفضلت عافيته وعلى شعوره بالراحة والطمأنين والولاء والانتماء للوطن. لأن حضرتك لما المواطن بيحس أن الدولة تعمل له مشروعات علشان تحسن صحته وتمنع عنه الأضرار وتوفر له نوعية حياة كويسة وجودة حياة مرتفعة، شعوره بالولاء والانتماء للوطن بتبقى قصة كبيرة جدا. دي ما نقدرش نقومها بالفلوس، ولكن احنا بنقدر المنافع الإيكولوجية بنترجمها إلى فلوس وإلى وحدات نقدية، ونقول أن متخذ القرار كل جنيه مصري يتم استثماره في البيئة، العائد المالي أنا آسف العائد الاقتصادي اللي بيرجع على المواطن بيكون مقداره كذا. احنا زي ما حضرتك قلت سيناء فيها محميات طبيعية فريدة جدا مش موجودة في العالم، وممكن تبقى نقاط جذب للعالم كله. احنا بنتكلم على مفهوم السياحة البيئية، لأنه من وقت للتاني يا دكتور بيطرح هذا المفهوم، لكن على أرض الواقع عايزين نطبقه، عايزين نسوق الأماكن دي عالميا. كتير من الناس ما يعرفوش المحميات دي قد إيه هي ممكن تكون نقاط جذب اقتصادية مهمة جدا تزود من الدخل القومي للبلد. طيب في حاجة في الاقتصاد عندنا بندرسها في أول سنة مبادئ الاقتصاد، هي الميزة النسبية، وفي عندنا حاجة تانية اسمها الميزة التنافسية الكومباراتيف والكومبيتيتيف أدفانتج. سيناء فيها ميزة يعني نسبية وتنافسية في نفس الوقت، مش موجودة هذه زي ما حضرتك تفضل هذه المعالم البيئية أو هذه الأصول البيئية الفريدة التي حبانا الله سبحانه وتعالى بها في سيناء، دي مش موجودة في أي حتة تانية. فإحنا المفروض حضرتك بصراحة أن نفرق ما بين السياحة العادية اللي هي سياحة المزارات التاريخية الشاطئية مثلا والشاطئية وكده، والسياحة الإيكولوجية. أنا هقول إيكولوجية أكتر منها سياحة بيئية، لأن هي بتعتمد أكتر على الإيكولوجي بتاع المنطقة. دي مهمة جدا جدا جدا، ولا بد حضرتك أن يكون هناك بصراحة يعني فرق متخصصة أو خبراء متخصصين في هذا المجال. وأن مصر طبعا بلد بكل كوادرها وكل وعظمة الخبرات الموجودة اللي فيها، لكن ياريت ان احنا اكتر شوية نخش في هذا الموضوع، لان العالم كله يتمنى انه يجي منطقة زي سيناء، بس احنا لازم نركز على هذه المناطق الحساسة ايكولوجية، لان هم بيجوا بالعكس، هم لما بيشوفوا ان احنا بنحافظ عليها اكتر وان احنا بنقلل استخدامها بيحسوا بعظمة المكان بقيمته وبقيمته صحيح. أكتر من احنا بنقول احنا كمصريين بناخد الكلام ده كده على مأخذ انه موجودة، الأهرامات موجودة مثلا، ايه بنروح بنشوفها كل يوم، يعني بنشوفها كل يوم او ممكن هنشوفها بعدين، لكن السائح ممكن ان هو يجي من آخر العالم علشان خاطر يشوف هذه الأماكن. فلازم احنا نكون مستعدين ولدينا يعني من اللوجستيات اللي تقدر تخليه يستمتع بهذا الجمال دون الإضرار به. طيب دكتور، ده برضو هيخلينا نسأل حضرتك انه بجانب البنية التحتية اللي بالفعل تم تنميتها وتطويرها بشكل كبير جدا، محتاجين ايه عشان نقدر اولا مش هقول الترويج لهذا النوع من السياحة، لانه انا عارفة ده مجال بعيد عن حضرتك شوية، ولكن هسأل احنا محتاجين ايه اولا للحفاظ على كل هذه المميزات والموارد الموجودة عندنا، زائد انها مع الحفاظ عليها ايضا تبقى نقاط جذب للسائحين. نرجع تاني يا فندم نقول ان الدوله مش هتقدر تعمل كل حاجه لوحدها. احنا يهمنا ان يكون هناك شراكات مع القطاع الخاص،
القطاع الخاص عندنا لابد أن يدخل في مثل هذا القطاع المهم جدا جدا جدا. لكن طبعا الدولة من الممكن أن تقدم له حوافز معينة، لأن القطاع ده محتاج حضرتك فكر واستراتيجي مختلفة شوية عن السياحة العادية. احنا بنتكلم على مناطق معروفة ومصنفة دوليا أنها مناطق حساسة بيئيا، ومعروفة ومصنفة دوليا أن فيها من الثروات اللي هي الإيكولوجية اللي مش موجودة في أي حتة تاني. فالتعامل معها لابد أن القطاع الخاص يكون داخل بفكر أن هو يعني هيحط محاذير معينة. ده نمرة. نمرة اتنين، المواطن برضو لازم يعرف عظمة هذه الأماكن ويتعامل معها إزاي، أن هو هذا هو المصدر كبير جدا لنحن نخلق فرص عمل، ان احنا نجيب عملة اجنبية. ومش كده وبس، احنا بنسوق لبلدنا، احنا بنسوق لبلدنا. حضرتك احنا لما العالم كله يعرف ان مصر ليست فقط فيها اكتر من 60% من التراث العالمي، ده طبقا لمنظمة اليونسكو بالنسبة للاثار وحضارة مصر القديمة، ولكن ايضا عندنا ثراء في النواحي الايكولوجية والبيولوجية والاصول البيئية الجميلة دي لوحدها حضرتك صحيح. تضع مصر دائما في مقدمة مكانة التي تصح. ميزة نسبية قوية جدا. أخيرا يعني سؤال سريع فيما يتعلق بالتغيرات المناخية. العالم كله بيشهد تغيرات مناخية يعني من عام لآخر، في ارتفاع درجة الحرارة في غيره. إزاي ممكن التغيرات المناخية تؤثر على تخطيط لمشروعات بيئية تبقى موجودة في سيناء؟ حضرتك احنا بنعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها كلايمت بروفنج. يعني ايه كلايمت بروفنج؟ يعني ان احنا لابد من قبل التخطيط لاي مشروع لابد من التفكير في والتخطيط في ما هي التاثيرات الخاصه بالتغيرات المناخيه اللي تبقى موجوده، وبناخد ما يعرف بالاجراءات التخفيفيه الميتيجيشن ميجرز عشان خاطر نقدر ان احنا حضرتك هذا المشروع يقدر ان هو اولا ما يأثرش على زيادة الانبعاثات الكربون، يكون منخفض الكربون في تشغيله، ولكن أيضا أن التغيرات المناخية تداعياتها والأثار السلبية بتاعتها لا تؤثر عليه في المستقبل. فبناخد كل هذه المحاذير وبندرسه كويس، وبيبقى التصميم بتاعه منذ البداية لابد أن هو يكون براعي كل هذه الاعتبارات. دكتور علاء سرحان أستاذ الاقتصاد البيئي بجامعة عين شمس، نورتنا يا فندم، بنشكرك طبعا على كل هذه الإيضاحات. شكرا. أشكرك يا فندم. نورتنا يا فندم، بنشكرك. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء، موجز 9 صباحا مع الزميلة دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك محمد. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثبات الدعم المصري لمؤسسات الدولة اللبنانية بما يحافظ على استقرار لبنان وأمن شعبها. وخلال استقباله رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، استعرض الرئيس السيسي الجهود التي تقوم بها مصر للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وأكد الرئيس السيسي ورئيس وزراء لبنان ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته من خلال العمل المكثف على احتواء الموقف وتجنب بتوسع نطاق العنف، مع ضرورة إعادة إطلاق مسار السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين بما يحقق العدل والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة. أكد الرئيس السيسي الأهمية التي توليها مصر لموضوعات الأمن الغذائي والتغذية على المستوى الوطني. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ساندي ماكين. وصرح متحدث الرئاسة بأن اللقاء تناول علاقات التعاون المتميزة والممتدة بين مصر والبرنامج وتأكيد الحرص المتبادل على تعزيز هذه العلاقات. كما تناول اللقاء الملفات الإقليمية وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث وجهت المديرة التنفيذية الشكر لمصر على الدور القيادي المحوري الذي تقوم به لتقديم الدعم لأهل القطاع. تجمع الآلاف في العاصمة الأمريكية واشنطن مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومنتقدين سياسة بلادهم الداعمة لإسرائيل. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات المؤيدة للقضية الفلسطينية مطالبين بوضع حد فوري لحصار قطاع غزة. (تصفيق)
استشهد 51 فلسطينيا وأصيب العشرات في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال شنت غارات مكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفسفور الأبيض المحرم دوليا على تلك الأحياء، خاصة على مخيم الشاطئ غرب غزة. كما شنت طائرات الاحتلال 15 غارة على أقل في محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إحراز تقدم في تأمين هدنة إنسانية في التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قد أكد أن من شأن هدنة إنسانية المساعدة في حماية المدنيين وإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفينة تضررت جراء إطلاق أوكرانيا 15 صاروخ كروز على حوض للسفن في مدينة كريتش. وأضافت الوزارة في بيان أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 من الصواريخ التي أطلقتها أوكرانيا. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حلقة نقاشية حول الانتخابات الرئاسية ومتابعة المجتمع المدني، وتناولت الحلقة مناقشة عدة محاور، منها كيفية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في توعية الجماهير بأهمية الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف والتحديات الراهنة، وأحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وكيفية أداء المجتمع المدني دورا تنمويا محوريا مع المرشح الرئاسي الفائز في الانتخابات القادمة. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. الحقيقة المتأمل للموقف الأمريكي منذ بداية الحرب على غزة سرعان ما يكتشف انحياز شديد وكامل للإدارة الإسرائيلية، وكأن القرار الأمريكي مختطف إسرائيليا، موقف لا يحتكم لأبسط قواعد الإنسانية، لا يرى إلا المصلحة الإسرائيلية فقط، حتى لو كانت هذه المصلحة على حساب حلفاء استراتيجيين الولايات المتحدة في المنطقة، موقف قائم على دعم ومساندة الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة. تفاصيل وقراءة وافية عن الدور الأمريكي في الحرب على غزة، معانا في الاستوديو الأستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، منورنا في الاستوديو. صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ طارق. صباح الخير، تحياتي أستاذة جمانة، تحياتي دكتور محمد. صباح الخير. أهلا وسهلا. أستاذ طارق، خليني هقفز يعني بعيدا عن فكرة أو ما بعد فكرة الدعم الأمريكي اللامحدود للكيان الإسرائيلي، لأنه خلاص بقى يعني أصبح واضح للعالم كله، يعني عندنا نتخطى الفكرة دي. بس سؤال حضرتك، عادة في أي صدام سياسي بيكون في خط أحمر يجب ألا نتعداه، برغم من الحصيلة الهائلة والفواجع الإنسانية الهائلة في قطاع غزة وحتى في الضفة الغربية أيضا، حتى الآن لم نرى أو لم نلمح أي خط أحمر حتى الآن، برغم من الفشل، حتى فشل الكيان الإسرائيلي من 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 يعني تحقيق أي نصر أيا كان. بالفعل كما تفضلت، هذه هي الصورة، إن يعني هم يتبعون الهوى وكان أمرهم فرطا، لا توجد أهداف، وهذا كلام يعني أصبح يعني كلاسيكي وشائع، لا توجد أهداف استراتيجية، لا توجد أهداف عسكرية، لا توجد أهداف سياسية، لا يوجد قتال. على فكرة ما يحدث الآن ليس قتالا، إنما هو قتل، فارق كبير وبون شاسع ما بين القتل والتقتيل وما بين القتال. فما يحدث هو قتل وتقتيل للمدنيين العزل، للأطفال على قارعة الطريق نشاهدهم يقتنصون الأطفال والمدنيين العزل وكأنها بطولة وكأنها فتوة، أعمال إجرامية، هذه أعمال سفاحين، أعمال قتلة، أعمال عصابات لا علاقة لها بالجيش النظامية، لا علاقة لها بسلوك الدول، لا علاقة لها بمفهوم الدولة الحديثة وتلك والتنظيم الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الأربع لجنيف وكل ذلك وكل تلك المفاهيم الحديثة. يعني هذه ردة حضارية وانتكاسة للبشرية. وأتصور الآتي، أتصور أن يعني القتال يحتاج
القتال يحتاج لرجال، يعني إن كانت التكنولوجيات والمعدات، لكن كل ذلك يحتاج إلى العنصر البشري، يحتاج إلى الرجال. لا يوجد رجال، لا يوجد رجال في عناصر الجيش الإسرائيلي، هم يستأسدون على المدنيين العزل، على الأطفال، على الشيوخ. هل هذه بطولة وتدعمهم أمريكا؟ وحتى أنتوني بلينكن البارحة عندما التقى بوزراء الخارجية العرب كلام متناقض، يقول مع وقف إيقاف عمليات القتال والحرب، وفي نفس الوقت يقول لا، إن إيقاف إطلاق النار فيه فرصة وإعطاء فرصة ثمينة لحماس لكي ترتب أوراقها وتستعيد صفوفها. هذا التناقض. أنا بحييك أستاذ طارق على التفريق ما بين القتل والقتال. القتال. ما يحدث هو قتل وتقتيل وليس قتال ما بين جهتين متصارعتين، فأحييك فعلا على التفسير ده. إذا عدنا بالأمس إلى زيارة أنتوني بلينكين، لقاؤه واجتماعه في مجلس الحرب، يعني دي إشارة لافتة جدا، كأن أمريكا يعني هي التي تدخل الحرب وتخوض الحرب على الأرض، وهناك حديث أنه في يعني عدد من الخبراء العسكريين بالإضافة بالطبع إلى الأسطول الأمريكي وغيره يساند إسرائيل بشكل كبير. كيف قرأت مشهد هذه الزيارة، ولماذا حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية تفشل في محاولة فرض حتى هدنة إنسانية على الجانب الإسرائيلي، وكأن إسرائيل لا تسمع الصوت الأمريكي؟ جميل. يعني أنتوني بلينكين، هذه ملاحظة مهمة جدا برضو، هو يلتقي، شوف الكادرين، الكادر مع في إسرائيل مع مجلس الحرب، وكادر مع العرب وزراء الخارجية، مع الكادر الدبلوماسي بقى السياسي، وزير الخارجية المصري، الأردني، القطري، الإمارات، السعودي. إذن هذه دبلوماسية وهذا حرب. صحيح. يتواجد في مجلس الحرب، هو إعلان أمريكا تحارب بنفسها. صحيح. تحارب بأساطيلها، بتحارب بحاملات الطائرات، بسلاحها، بذخائرها. ولكن بقى شوف الصورة، يعني مسرحية هزلية عبثية مسخرة، يعني لا يستطيع أن يضغط على إسرائيل، كلام غير منطقي وغير معقول. من يقدم كل ذلك الدعم وذلك السلاح وتلك الذخائر لا يستطيع أن يضغط على إسرائيل، إنه على هواه، إنه يعني في حساباته، هو يريد ذلك، يريد مزيد من القتل والتقتيل وإرعاب الفلسطينيين والعمل على تهجيرهم، لأنه في النهاية يعني المفروض الحسابات البشرية المنطقية أن هؤلاء البشر عندما يجدون هذا الموت سيهربون. صحيح. سيفرون، ولكنهم يقدمون صورة وكأنهم ليسوا بشرا، متشبثون. صحيح. في أرضهم. طب من المفروض أن ينتفضوا على حماس ويقولوا لحماس ماذا فعلت بنا يا حماس، كلهم تحمى، كلهم حماس توحدوا، الكل في واحد، والواحد في الكل، ولن يهربوا، ولن يريدوا أن يتم، يعني يريدون الموت ويفضلون الموت على تهجيرهم. كل هذه الصور تجعل أمريكا وإسرائيل يعني تتخبط وتمارس كل هذه الأفعال التي لا علاقة لها بالعقل، لا علاقة لها بالحسابات السياسية أو العسكرية، لأن نتنياهو ذلك المتطرف وهذه الحكومة شديدة التطرف فقدت عقلها وصوابها واتزانها، فبدأ يترنح، يعني وكأنه يتخبطه الشيطان من المس، أعمال مجرمين، أعمال يعني لا علاقة لها بالقانون. صحيح. الدولي، أعمال تدخل في نطاق القانون الجنائي، جرائم عصابات، قتل وتقتيل في المدنيين، قتل الأطفال، آلاف الأطفال تحت الركام، النساء العجزة. الله، أين أنت من حماس؟ يعني أين الضربات العسكرية؟ أين أنت من البنى التحتية للمقاومة؟ يعني هذا هو المفروض، هو مقطع النزاع، أن تقاتل المقاومة. طيب. أن تقاتل العسكريين. انطلاقا من النقطة دي أستاذ طارق، بالفعل زي ما حضرتك قلت، حتى الآن بالرغم من عنف القصف على قطاع غزة وما نراه من مشاهد بالفعل عبثية، حتى الآن المقاومة تستطيع الرد على الجيش الإسرائيلي من مسافة صفر. نعم. حسب ما بيخرج على مواقع التواصل والأخبار وما إلى ذلك. هل تعتقد أنه دلوقتي باتت الولايات المتحدة الأمريكية، لو نقولها باللغة البسيطة، يعني ظهرها أصبح للحيطة زي ما احنا بنقول، أو تم إحراجها أمام العالم، تم طورتها بشكل أو بآخر، زي ما حضرتك بتقول مفيش أهداف حتى الآن استراتيجية يتم التعويل عليها، الصورة بالفعل صورة عبثية، ولا حتى نستطيع أن نلمح
أي خطوة على أساسها يمكن أن نصل حتى لهدنة أو حتى لوقف الاقتتال أو حتى للجلوس وسماع حديث بالفعل مثمر أو حتى عقلاني أو منطقي. بالفعل يعني نحن لا نتحدث عن عدالة أو مساواة، نحن لا نتحدث عن يعني إنفاذ قواعد القانون الدولي، نحن لا نتحدث عن روح الأسرة الدولية والتنظيم الدولي وفيما يتعلق بضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين، نحن مجرد نتحدث عن هدن إنسانية، حتى هذه الهدن غير مسموح بها. ليه؟ هم تورطوا وهم متخبطون الآن، هم متخبطون والأهداف غير محددة، وواضح أنه نتنياهو إلى مزبلة التاريخ هو وهذه الحكومة المتطرفة، وأيضا بايدن سيفقد أصوات المسلمين وأصوات العرب في الانتخابات القادمة. هذا التخبط وعدم وضوح الرؤية يدل على الآتي، يدل على ضعف القوة. قوة الضعف الفلسطيني، قوة الضعف تنتصر على ضعف القوة الأمريكي. هم متخبطون، هم مترنحون. الدولة الأمريكية دولة وكأنها تتساقط أوراقها الاستراتيجية ورقة ورقة، تتطاير أوتاد خيمتها وأوتاد خيمتها هيبتها وهيمنتها وتدا وتدا. هي طارة سننسحب من الشرق الأوسط، هذه ليست مناطق نفوذ، سنتوجه إلى المحيط الهندي والهادي، وطارة لا سنعاود أدراجنا إلى شرق سوريا، لا سننسحب من شرق سوريا، سنتواجد في أفغانستان. هذا التخبط وكأنه السياسة الكونستراكتيف امبيجيتي بوليسي، سياسة الغموض البناء، سياسة متخبطة، سياسة متخلفة. يعني الدولة الأمريكية وكأنها دولة في سلوكها وسياساتها الخارجية تتسم بالحماقة، تفقد الأصدقاء، الأصدقاء لا يعولون عليها. لا، السعودية خذلت الخليج عندما ضربت الصواريخ الإيرانية، خذلت الأوروبيين عندما طالبتهم بالمساهمة في الفواتير في الناتو. هي تخذل الأصدقاء قبل الأعداء، خذلت مواطنيها أصلا بما أنها دولة تتبنى المفروض مبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان، خذلت مواطنيها في المقام الأول. خلاص يعني هذه نقطة بقى فارقة. يعني هنا سقطت ورقة التوت عن تلك السوء الأمريكية. أين القيم الغربية؟ حقوق الإنسان، تداول الديمقراطية، تداول السلطة، الديمقراطية، الشفافية، كل هذه الشعارات كاذبة ومزيفة. الغريبة يا أستاذ طارق كمان اللافت اللي أنا أخدت بالي منه حتى امبارح في المؤتمر الصحفي لأنتوني بلينكن مع وزراء الخارجية العرب، أنه بيتحدث طبعا انحياز كامل لإسرائيل وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وهذه الثوابت الأمريكية يعني. وفي نفس الوقت يقدم خطاب عاطفي جدا في رده على أحد الصحفيين، بيقول أنا أتألم، ده نصا اللي قاله أنتوني بلينكن، لخروج وانتشال جثث الأطفال الفلسطينيين من تحت الأنقاض كأني أرى وجوه أطفالي. يعني هو فكرة المغازلة أو أنه يقدم جانب إنساني عاطفي كأنه يريد أن يتعاطف مع العرب، وفي نفس الوقت هو مع إسرائيل ضوء أخضر في كل شيء. هذه هي أمريكا، هذه يعني إنها البوليتيكا، إنها أمريكا يا ويكا. هذا الكذب والتزييف والتمثيل. طب ده ينطلي يعني عليه يعني احنا نصدق الكلام ده يا استاذ طارق؟ هو دي نقطه غريبه. لا ينطلي على احد، هذا كاذب اشر. ايضا هو ليس هو الوحيد، وانما ايضا نتذكر جولدا مائير عندما قالت لن نسامح الفلسطينيين لانهم اجبرونا على قتل اطفالهم، فلن نسامحهم. لقد اجبرنا الفلسطينيون على قتل اطفالهم فلن نسامحهم في يعني هذا تلاعب ومراوغه وكذب وكذب. يعني هم يعجبك اقوالهم ولكن ممارستهم تؤكد انهم الد الخصام وانهم الد الاعداء. بس في نفس النقطه استاذ طارق، الجانب الاسرائيلي ايضا، لانه امبارح كان في المؤتمر الخاص بالصحفي لوزير الدفاع الاسرائيلي وذكر نصا، وعايز يعني قراءه حضرتك لهذه التصريحات، انه نحن امام ايام صعبه وانه الحرب يمكن ان تمتد لسنه. كانه في نبره ما انهزاميه شويه في الخطاب الاسرائيلي. الخطاب الاسرائيلي يشي بالانهزاميه. هم يقولون هذا التناقض، هم يقولون نحقق نجاحات. هل النجاحات تتسق مع أن مدة الحرب قد تصل إلى شهر شهرين أو سنة؟ هذا تناقض. وأين هذه الصور؟ وأين يعني ما حققته من إنجازات في إعلامكم؟ أي هذا تعتيم كامل. دولة متخلفة تكمم الأفواه وتعتب، تعتيم. لا أحد يعلم ماذا يحدث. أولا
فيما يتعلق بكل تلك الترسانات العسكرية وكل تلك الأسلحة والذخائر والمعدات والتدريبات وكل هذا. في النهاية نحتاج إلى العنصر البشري. هذا العنصر البشري مرعوب، لن يستطيع أن ينزل على أرض المعركة. صحيح. لأن العسكريين يؤكدون الآتي، العسكريين يؤكدون أن المشاة هم سادة المعارك، لا بد من أن تنزل على الأرض لكي تسيطر على الأرض. يعني إن دخلت بدباباتك ومجنزراتك هذا ليس استيلاء على الأرض. الطائرات تضرب الطائرات، هناك أنفاق، هناك مدن كاملة وحرب كبيرة تحت الأرض أكبر مما فوق الأرض، ولكن في نهاية المطاف لابد من أن تنزل على الأرض وأن تحتل الأرض وأن تسيطر على الأرض، وهذا لا يمكن للإسرائيلي أن يفعله. هذا يحتاج إلى عناصر من الرجال، والرجال غير موجودين في الجيش الإسرائيلي. يحتاج إلى عقيدة ويحتاجون إلى هدف حقيقي، وهم ليسوا أصحاب أرض. ليسوا أصحاب أرض، وإن يستغيثوا لن يغاثوا طبعا. ولن يجدوا إلا القتل، ولن يجدوا إلا تلك المقاومة الشرسة من الفلسطينيين، وهم يعني ينتظرونهم وسيكونون يعني حرفا لهم وسيأتون حرفهم أن شاءهم. يعني معروف القدرة والإيمان كما تفضلت والعقيدة هي الفيصل وهي المعول عليه. يعني كما حدث في 67، يعني بعد هزيمة 67 في أقل من 6 سنوات حققنا النصر، لأنه يعني العرب جعلوا من هذا الأسبوع أكتوبر، سواء 6 أكتوبر من 50 سنة أو 7 أكتوبر بعد 50 سنة، جعلوا من هذا الأسبوع أسبوع تأديب لإسرائيل، وجهل وظهر جليا أن للعرب باعا طويلا في القتال، وتحطمت أسطورة جيش إسرائيل الذي لا يقهر. هو يقهر بمنتهى البساطة، يقهر أكثر من مرة. إنه ضعف كبي أوهن من بيت العنكبوت، ليس هناك عقيدة. إنهم يحاربون من وراء جدر أو مجنزرات أو طائرات على مسافات بعيدة، لكن هل تستطيع أن تقف على الأرض؟ هل تستطيع أن تلتحم وتحارب؟ هذا محال، ولن يستطيع هذا. أتصور الآتي، بعض التحليلات للأسف الشديد تهول، هم مرجفين، هؤلاء مرجفون، ويعني أنا أمقتهم أكثر من الإسرائيليين. هم يهونوا من المقاومة، يقولوا لا هناك قنابل ارتجاجية واهتزازية وبتنجانية ومش عارف، وسيقتلون المقاومة. الأنفاق على 70 متر و80 متر وفي منتهى الصعوبة، وهذه الأنقاض في الحروب السابقة الخمسة خلفت هذا الكم المهول من الخرسانة تم استخدامها. كل ذلك المقاومة تنتصر، ودروس التاريخ تنبئنا أنه لا يمكن أن تكسر إرادة المقاومة طبعا. هل استطاعت الولايات المتحدة أن تقضي على طالبان؟ هل استطاعت أن تقضي على فيتنام مثلاً أو الفيتنام؟ على فيتنام دائما الخسائر والنصر لصالح المقاومة، لأنه صاحب عقيدة في نهاية المطاف. أستاذ طارق، برضو في نقطة مهمة جدا حضرتك أشارت إليها، يعني إحنا دلوقتي الكيان الإسرائيلي بيخرج علينا وبيقول إنه المستشفيات تستخدمها المقاومة إن كان للاحتماء بها أو إن كان وجود أنفاق تحتها. يعني معنى كده، معنى كلام هذا الكيان إن حضرتك عارف أين توجد الأنفاق، أين الأنفاق، تعلم الإحداثيات على علم جيد بيها. طيب لماذا لم تحقق اي نصر حتى الان؟ لماذا تضرب المستشفيات؟ يعني اكيد اصل النفق اكيد مش يعني مش لا يقع فقط تحت هذه المستشفى او غيرها، اكيد بيمتد لمسافات طويله. لماذا تستهدف المستشفيات اذا كانت لديك بالفعل هذه الاحداثيات؟ هذه صوره في الخسه والوضاعه والنداله، ومعروف ان المجرم لن يقول انا مجرم. يعني عندما يقوم بالاحتلال يقول سانشر الديمقراطيه، عندما يقول يعني عندما أتى نابليون سأقضي على ظلم المماليك، أتت العراق في 2003 غزو العراق سأقضي على الحكم الديكتاتوري وأتي بتلك الديمقراطية وتداول السلطة. يعني وكأن أمريكا يعني وكأن الحدقة ترمي كتاكيت الديمقراطية. الديمقراطية هي نبت البيئة، كل بيئة لها ديمقراطيتها الخاصة بها. إذن دائما ذلك المستعمر، ذلك المحتل، ذلك الطاغية، ذلك المجرم يقدم التبريرات. هو لا يستطيع الادعاء بأنه جاهل ولا يعرف أن هذا مشفى، لا لن يستطيع، لكن يقول هناك مخابئ وأنفاق تحت هذا المشفى. فالملاحظة ملاحظتك الذكية
طب واين باقي الانفاق؟ صحيح. واين الاهداف التي حققتها؟ انه مسلسل من النداله والاجرام الأطفال. للارهاب جيش يرهب اطفال للارهاب يعني. ارهاب الاطفال وارهاب المرضى وارهاب المدنيين حتى يلوذوا بالفرار. لكن الصوره الصعبه التي لا يمكن لاحد ان يتصورها هو لماذا ذلك الاصرار؟ انهم يقدمون تضحيات وانهم وكانهم صحيح. فوق مستوى البشر. هؤلاء الفلسطينيون الأبطال صحيح. بتشبثهم في هذه الأرض يُقدمون نموذجاً يذهل العالم كله. صحيح. كما ذكرت فعلاً في بداية الحوار أن كل غزة أو كل الفلسطينيين هم من المقاومين. فكرة نعم. الكل في واحد أو الواحد في الكل زي ما هو قال لنا أستاذ طارق البرديسي بيتوحدوا خلف هدف واحد فقط هو تحرير الأرض ومقاومة هذا الاحتلال الإسرائيلي. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل العميق والروح الحماسية الجميلة اللي احنا متعودينها منك أستاذ طارق. شكرا جزيلا أستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية نورتنا وشرفتنا. شكرا لحضرتك. شاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتكم ما تبقى من فقرة في صباح الخير يا مصر. مرحبا بحضراتكم مرة تانية ومازال حديثنا عن الدعم الأمريكي اللامحدود للكيان الإسرائيلي. مازال حديثنا مستمر. حين موقف كمان الدول الأوروبية بجانب الموقف الأمريكي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو موقف سلبي جدا. صحيح في تغير نوعا ما في الخطاب لكن لسه لحد دلوقتي مفيش تحرك قوي من جانبهم لوقف المجازر الوحشية والبربرية اللي بيرتكبها الجانب الإسرائيلي. ويمكن لو رجعنا لورا شوية أثناء الأزمة الروسية الأوكرانية هنلاقي أن الدول الأوروبية كان صوتها عالي جدا ضد روسيا. هنلاقي أن صوتها الإنساني وحقوق الإنسان كان عالي جدا. ليه بقى دلوقتي ما عندهمش نفس الموقف اللي أخدوه أيام الحرب الأوكرانية الروسية؟ ليه المواقف بتتغير؟ ليه في ازدواجية في المعايير؟ أعتقد دي كلها أسئلة مشروعة. أسئلة مهمة جدا يا جمانة. وفكرة أنه هل دايما الموقف الأوروبي كالعادة دائما هو موقف تابع للولايات المتحدة الأمريكية؟ دائما بتوصف المواقف الأوروبية في الأزمات السياسية الكبرى اللي بيشهدها العالم بأنها مواقف تابعة دائما للولايات المتحدة الأمريكية. أسئلة هنطرحها على ضيفنا الكريم الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس اللي بينضم إلينا عبر زوم. صباح الخير دكتور خطار. صباح الخير لكم ولفريق العمل للمشاهدات والمشاهدين ولكل من يتابعنا. بداية الحرب على غزة منذ ما يقرب من شهر حتى الآن، كيف تقيم مواقف الدول الأوروبية تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ وهل هو موقف موحد أم أن هناك تباينات داخل الأسرة الأوروبية أو داخل الدول الأوروبية فيما يحدث في غزة؟ هناك يعني موقف موحد، موقف الحد الأدنى ضمن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، مع العلم أن بريطانيا سحبت منها، لأن بريطانيا هي ضمن أوروبا، هناك بعض الدول الأخرى. الأهم أن يعني الغالبية الساحقة من هذه الدول شاركت إسرائيل في صدمة 7 أكتوبر، بمعنى كان لديها أشخاص، هناك جماعة مزدوجي الجنسية، وهناك أيضا لبعض هذه الدول أسرى أو رهائن عند حركة حماس أو الفصائل الفلسطينية. بالطبع هذا لعب دورا معينا جزئيا. المسألة الأهم هي أن كل هذه الدول شعرت بخطر وجودي بالنسبة لإسرائيل، و لأن الصدمة التي تلقتها إسرائيل يعني كانت بعد 50 سنة من ذاك العبور العظيم الذي نفذه الجيش المصري. ومن هنا هذه الدول، بما أن إسرائيل ليست فقط يعني مدعومة من الولايات المتحدة، إسرائيل هي ابنة الغرب وهي ابنة أوروبا. صحيح. يعني قد بالفور صدر ابنة المشروع البريطاني، ابنة المشروع البريطاني في الأساس. نعم. ودول أخرى دعمت إسرائيل تاريخيا وأبرزها ألمانيا نظرا للشعور بالذنب بعد المحرقة في الحرب العالمية الثانية. ومن ناحية الأموال يعني ثاني أكبر دولة في العالم تدعم إسرائيل هي ألمانيا. ومن هنا لم يكن هناك من مفاجأة، لكن كان هناك عند بعض الدول منها فرنسا
توازن في السياسات على أيام ديغول أو ميتيرون أو شيراك، كل هذا غاب هذا التوازن. الآن هناك مظاهرات في الشوارع الأوروبية، هناك بعض التصحيح، هناك استدراك لكنه متأخر، وبالطبع يسجل لدول مثل أسبانيا مثل إيرلندا مثل البرتغال أن مواقفها كانت متوازنة ومسؤولة. دكتور خطر، انطلاقا من هذه الجملة تحديدا، إن كان موقف أسبانيا إيرلندا أو حتى يمكن تغير أيضا، تغير حتى لو قليل من الموقف الفرنسي، هل تعتقد أنه الأيام القادمة قد تحمل غسل الأيدي الأوروبية من دم الفلسطينيين، أو أنها تنسحب إلى الوراء قليلا؟ هل يمكن أن نرى ذلك في الأيام القادمة؟ مع الأسف الشديد شلال الدم الفلسطيني مستمر، وكأن هذا الشعب يقدم قربانا على مذبح لعبة الأمم. هذا هو الواقع المر، لأنني يعني لا أستغرب مواقف الولايات المتحدة وأوروبا، لكن أسأل أين باقي العالم؟ يعني باقي العالم خاصة مما سمي البريكس وكل هذه الدول التي تريد تغيير وجه العالم. بالطبع يمكن أن يقول أحدهم أن روسيا مشغولة بحرب أوكرانيا، عندها جبهة على 1000 كيلومتر، لكن الصين، الهند، دول كثيرة كان يتوجب أن نسمع صوتها وأن يكون صوتها مدويا أكثر. البرازيل كانت مواقفها مشرفة جدا. إذا هناك مشكلة عند الضمير العالمي، هناك موت للإنسانية. بالطبع هناك مؤتمر إنساني دعا له ماكرون في باريس في 9 من هذا الشهر بعد 4 أيام من أجل غزة. كل هذا وسائل ضغط، لكن المريب أن الولايات المتحدة التي تعمل من أجل هدنة إنسانية وبالرغم من طلبات الدول العربية حتى الآن لم تتوصل حتى إلى الهدنة الإنسانية. والملاحظ أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية لا تزال تعطي الوقت لإسرائيل لكي تستمر بعملياتها العسكرية، ولا تطلب وقف إطلاق النار الفوري كما تطلبه الدول العربية، لأن ذلك يفسر في الغرب على أنه انتصار لحماس. وكل هذا إذن مع مسألة الرهائن يجعل مسألة غزة معقدة جدا. طب دكتور خطار، مع هذا الخروج الجماهيري والشعبي في كبريات العواصم الأوروبية، يعني شهدنا مظاهرات حاشدة في لندن وفي برلين أيضا وفي عواصم كثيرة، إلى أي مدى يمكن أن تكون ورقة ضغط على الحكومات الأوروبية؟ هل يمكن أن يأتي اليوم القريب ويستمع القادة الأوروبيون إلى نداء الشعوب ونداء هذا الضغط الشعبي، أم هذا الأمر مستبعد؟ هذا الأمر مستبعد مع الأسف. لشهدنا منذ 20 عاما مظاهرات أكبر بكثير ضد الحرب على العراق، وجرت تلك الحرب وسقط العراق وسقط النظام الإقليمي العربي، والآن نشهد ذلك. لكن تغير مشهد أوروبا، وهناك مسألة مهمة يجب أن يسمعها المشاهد العربي. سعي الإسلام السياسي للتلاعب بالقضية الفلسطينية أضر كثيرا بالجمهور المؤيد للقضية الفلسطينية في أوروبا، ومحاولة ربط القضية الفلسطينية بحرب الحضارات هذا فخ نصب للفلسطينيين والعرب ووقع الكثيرون فيه. هذه مسألة حساسة، لأننا في أوروبا تنزل مظاهرات، لكن ما هي نسبتها؟ ما هي قيمتها؟ المشهد السياسي الأوروبي أصبح مشهد يميني ويميني متطرف. لكن عفوا المقاطعة، في هذه النقطة تحديدا، نعم، أيضا إسرائيل تقع في هذا الفخ، يعني إسرائيل تقوم بتدين الصراع ويعني وضع ما هو ديني على ما وضع ما هو سياسي، يعني هذا ليس فخ وقع فيه فقط العرب أو الفلسطينيون بشكل مباشر، إسرائيل أيضا تستخدم أو توظف الدين في صراع. بالأمس حذر وزير الخارجية الأردني بعد الاجتماع العربي مع بلينكين، حذر من نظرة البعض إلى هذا الصراع كأنه صراع مثلا بين المسلمين واليهود أو بين صليبية جديدة وعالم إسلامي وكل هذا. ولكن قبل ذلك، قبل هذه المسألة بالذات، الإسلام السياسي حاول أن يجعل القضية الفلسطينية قضيته، وحاول أن يعطي لهذا الموضوع بعدا. ومع الحرب ضد الإرهاب التي تشن في الغرب،
كان هناك خوف، يعني تصوروا أن يذبح أساتذة في المدارس في فرنسا، وهناك تبني لهذا من قبل حركات من هذا النوع. كل هذا يترك أثرا سلبيا على الرأي العام، ولو كان هناك بعض اليسار الذي زال مؤيدا وبعض الجاليات العربية والمسلمة، لكن بالطبع هذا تيار أقلوي جدا في الغرب وليس عنده قدرة على تغيير موازين القوى. ربما في أمريكا ضمن الحزب الديمقراطي الأمريكي هناك حراك جيد. في أوروبا إعادة القضية الفلسطينية لأصحابها الحقيقيين ونزعها من أنياب الأيديولوجيا مهم جدا، كي يكون هناك حل منطقي وواقعي ولمصلحة الفلسطينيين. دكتور خطار، بالحديث عن الوضع الإنساني في قطاع غزة، يعني لو هنتكلم عن اليونيسف، الأونروا هي منظمات إغاثية منبثقة من الأمم المتحدة، وعملها منوط أصلا بالعمل في مثل هذه الظروف، في أصعب الظروف. يعني هي دورها وشغلها الشاغل هي أن تعمل لإغاثة المواطنين، إن كان الأطفال أو حتى المواطنين بشكل عام، في ظروف صعبة، في ظل ظروف صعبة، في ظروف الحرب وما إلى ذلك. السؤال هنا اللي بيشغل بال من يشاهد ما يحدث في قطاع غزة، ماذا عن حصانة هذه المنظمات؟ كيف يمكن لهذه المنظمات ألا تجد حل أو طريقة أصلا أو آلية للعمل؟ يعني بالطبع من المؤلم جدا أنه كأنه حتى للهواء ليس هناك من حصانة في غزة. غزة قبل هذه الحرب كانت سجنا مفتوحا، والآن هي جحيم على الأرض بسبب هذا العدوان الغاشم. والأدهى من كل ذلك أن منظمة الأونروا تخسر موظفيها، صحيح، تمنع من العمل. اليونيسف كما قلتم، كل المنظمات الأخرى هناك ملاحقة بالقصف، حتى لسيارات الإسعاف للمستشفيات هناك موت للإنسانية. والفضيحة الكبرى أن السيد بلينكين يزور الأونروا في الأردن ويعرب عن تضامنه وعن تعزيه، لكن هنا النفاق الكبير، أين هو تطبيق القانون الإنساني الدولي؟ أين هي قواعد الحرب؟ عندما يتعلق الأمر بدول حليفة للولايات المتحدة مثل إسرائيل ينسى ذلك، عندما يكون الأمر في أوكرانيا مع روسيا لا ينسى كما قلتم في مقدمتكم. سمى جوزيف بوريل وزير الخارجية الأوروبي هذا الأمر سقوطا أخلاقيا، كما قلنا زيادة إذن على السقوط الإنسانية، هذا سقوط معنوي وأخلاقي لهذه الدول. وكل الكلام الذي يتحدثون به عن حقوق الإنسان وحقوق الإنسانية، عندما نرى صور الطفل الفلسطيني، المرأة الفلسطينية، عندما نرى صور هيروشيما في غزة، نعلم جيدا أن كل ذلك لا يساوي ثمن الحبر الذي يكتب فيه، أو هذه الأقوال تبقى هباء. دكتور خطار، بماذا تفسر سياسيا هذه التبعية المستمرة والمطلقة للموقف الأمريكي؟ دائما الموقف الخاص الأوروبي يتبع ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. سياسيا كيف تفسر ذلك؟ وهل يمكن أن نجد في الفترة المقبلة مواقف ما أوروبية تفارق الاتجاه السياسي الأمريكي للمنطقة؟ يعني البعض في المنطقة عندنا وفي مناطق أخرى تصوروا أن الغرب لم يعد مركزياً في القضايا السياسية في العالم. لا، الغرب تراجع ولكنه لا يزال مركزياً في قضايا العالم. ومن هنا نتساءل لماذا يأخذ هذا الموقف أو ذاك. الولايات المتحدة من خلال حرب أوكرانيا بالذات تمكنت من زيادة تبعية أوروبا إليها، صحيح. خافت أوروبا من روسيا، وكل هذا جعل أوروبا، صحيح، تغيب أو تذوب في حلف شمال الأطلسي بشكل أو بآخر. إذن هناك أسباب لذلك، ودعوات ماكرون وغيره لحتى حكم ذاتي أو استقلالية أوروبية استراتيجية لم يحصل. أوروبا هي التي ستخسر. القطبية الثنائية التي تتشكل أمامنا هي قطبية أمريكية صينية. أوروبا غائبة عن ذلك، ستكون تابعة للولايات المتحدة. لكن هل يبقى ذلك لكل الوقت؟ بالطبع لا، لكن سيتطلب الأمر
الكثير من التحولات والمخاض في أوروبا والتغيير في أوروبا، ونظرا لشدة الاستقطاب العالمي وللمخاطر من تزايد الصراع في عدة محاور تجعل الولايات المتحدة أوروبا تابعة لها. دكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس، كنت معنا عبر زوم، شكرا جزيلا لك. لأي حال يعني زي ما تابعنا خلال حديث دكتور أبو خطار، أعتقد أنه حتى أمام ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات، الأرض تنتهك، الأوطان تنتهك، الطفولة تنتهك، حتى الأخلاق والأعراف تنتهك، أعتقد أن أمام كل هذه الانتهاكات حتى المصالح في وقت ما ستسقط. على أي حال مشاهدينا، بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات. إن شاء الله صباح الخير يا مصر هيكون معاكم بكرة من 7 ل 10. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر.